بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وكل عام وأنتم بخير. ودايما يا رب من أعياد لأعياد. كنا قبل العيد النادي الأهلي فرحنا وعيد علينا بدري، وبعدين بعد كده جاء عيد الأضحى، فبإذن الله رب العالمين يكون هو دايما النادي الأهلي مصدر السعادة لينا ومصدر الفرحة ومصدر الأعياد. طبعا النهاردة مواجهة مهمة جدا 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 وصعبة جدا جدا قدام فريق البنك الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين البطل دايما مطالب بتحقيق الفوز لمواصلة المشوار والاحتفاظ بلقب بطولة الدوري المصري. قبل ما نتكلم عن مباراة النهاردة، عايز أحيي النهاردة رجالة المنتخب الأولمبي واشكرهم وأقول لهم ألف مبروك على النقطة الغالية اللي خدوها النهاردة من منتخب أسبانيا. ومنتخب أسبانيا اللي محدش يعرفه إن في ستة منهم كانوا في بطولة في يورو أوروبا اللي كان شغال من أسبوعين. يمكن ماتش النهاردة كان ماتش صعب جدا جدا جدا، وحضراتكم عارفين دايما البدايات مهمة جدا في الماتشات اللي زي دي. يمكن المنتخب أدى مباراة رائعة على المستوى الدفاعي. ما طبعا حضراتكم عارفين إن منتخب أسبانيا منتخب قوي جدا، منتخب مصنف إن هو يوصل لنهائيات البطولة ويوصل لأبعد مدى، فما كانش طبعا من الكابتن شوقي غريب قدامه حل غير إنه يقفل عليهم الملعب. الروح القتالية كانت عالية جدا 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 النهاردة، وعايز أتكلم عن أكتر من لاعب، ولكن خلينا نتكلم في الآخر على لعيب مميز النهاردة، عمل ماتش هايل 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 لأقصى درجة، وبيأكد الانطباعات الأخيرة اللي اتخذت عنه مع النادي الأهلي ومستواه اللي دايما فيه تحسن. هنقوله في الآخر، وطبعا حضراتكم أكيد عارفينه من دلوقتي. طبعا محدش يقدر ينكر إن النهاردة كان في حالة فرحة وسعادة جماهيرية باللي حققه منتخب مصر الأولمبي النهاردة. منتخب مصر الأولمبي أسعد الناس. هتقول لي لعبوا مدافعين، ولكن هي دي الطريقة اللي تقدر تلعب بيها قدام منتخب أسبانيا. منتخب أسبانيا القوي، منتخب أسبانيا المصنف، منتخب أسبانيا اللي لو لعبت قدامه لعب مفتوح كان ممكن يحصل أكتر من كده ويحصل يعني هزيمة لا قدر الله، ولكن منتخب مصر أسعدنا، ولاعيبة النادي الأهلي اللي كانوا في الملعب أسعدونا بأدائهم النهاردة. طبعا بعد فوز لقب الأهلي، بعد فوز النادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة، طبعا سعادة جماهيرية يعني ما أقدرش أتكلم عليها. إحنا كنا بنقول قبلها العشرة ممكن، ولكن لعيبة الأهلي قالوا أيوة فعلا العشرة ممكن. لكن النهاردة عندنا لقاء البنك الأهلي، خلاص خلصنا الفرحة بتاعة الفاينل، لأن بطولة الدوري هي دي البطولة المحببة لجماهير النادي الأهلي وللعيبة النادي الأهلي. كل بطولة بتكون طبعا مهمة للنادي الأهلي. الأهلي صاحب الرقم القياسي في التتويج بالدوري، ونفس الأمر في بطولة دوري أبطال أفريقيا، ولكن لقب الدوري ده هو الفاكهة، فاكهة جماهير النادي الأهلي، لأن جماهير النادي الأهلي لا تقبل سوى التتويج ببطولة الدوري. بالمناسبة بقى نروح بس إيه على الجنب كده شوية، الساعات الأخيرة سمعنا حاجات غريبة جدا. بعد ما النادي الأهلي كسب البطولة، البعض على فكرة، وأنا بتكلم برضو إحنا هنا في النادي في قناة النادي الأهلي بنلتزم بالموضوعية، وبنلتزم أكتر في الرد بأرقام، في الرد بأرقام، وبنلتزم أكتر بالرد المحترم، بنلتزم أكتر بإن إحنا بنرد باحترام، ما بنسيقش لحد أبدا، إحنا بنرد على التجاوزات. البعض اللي بيتجاوز إحنا بنرد عليه، ولكن لينا طريقتنا في الرد. الرد بتاعنا محترم وما بيزيدش عن أي حاجة مش كويسة. الفترة الأخيرة بقى بمجرد ما النادي الأهلي كسب البطولة، لقينا بعض الناس بتتكلم بتقول إيه بقى؟ إن ده دوري أبطال أفريقيا ده ضعيف جدا. طيب ضعيف مقارنة بإيه ضعيف؟ قال لك مقارنة بالدوري، هنيجي برضو نقارن بعد كده دوري أبطال أفريقيا وبالدوري. أرقام برضو. طبعا كلام غير منطقي. ليه؟ لأن النفوس دي اللي بتقول كده بتحقد على النادي الأهلي وبتحاول دايما تقلل من نجاحاته. طيب حضرتك هتكلمني وتقول لي بطولة دوري أبطال أفريقيا ضعيفة. خلي بالكوا ده طبعا مش وجهة نظر. دي مش وجهة نظر. ده هو قصد بيها حاجة تانية. قصد بيها إنه يقلل من مكسب النادي الأهلي وفوزه ببطولة أفريقيا. هو عايز يشوه كل نجاح للنادي الأهلي. طيب ماشي، هفترض مع حضرتك إن البطولة ضعيفة. سعادتك كنت فين منها؟ أنا بتكلم
للناس اللي بيتجاوزوا وبيقولوا الكلام ده. طيب حضرتك ما كملتش ليه؟ حضرتك ما كسبتش ليه؟ ما خدتهاش ليه؟ هما كان في نادي، عشان برضو نتكلم بوضوح، كان في ناديين في مصر هما اللي شاركوا في النسخة الأخيرة في دوري الأبطال طبعا، النادي الأهلي ونادي الزمالك. نادي الزمالك خرج من دور المجموعات ولم يتأهل، وعلى فكرة ده لا يعيب نادي الزمالك. نادي الزمالك عنده عناصر فنية هايلة، عنده جمهور عظيم، ولكن دي أمور بتحصل في أي حتة في الكورة. بتحصل في الكورة إنك ممكن تفشل، ممكن تتهزم، وده اللي حصل. لكن في النهاية اللي كمل هو النادي الأهلي. نادي الزمالك فشل في التأهل عن مجموعته، لكن النادي الأهلي واصل المشوار، واصل بقوة وبروح قتالية عالية. واجه بقى فرقتين، لما حضرتك بقى بتقول لي إن البطولة ضعيفة، تعالى بقى نشوف آخر فرقتين لعبهم النادي الأهلي قبل ما يوصل فاينل، سان داونز والترجي. سان داونز اللي هو بيعد من أقوى الفرق الأفريقية في القارة الأفريقية. سان داونز اللي النادي الأهلي كسبه هنا 2-0 وتعادل هناك 1-1. ده سان داونز اللي هو كان مرشح من ضمن المرشحين للعب الفاينل. بعد كده النادي الأهلي لعب مع الترجي. نقف وقفة هنا، لأن بداية من ماتش الترجي والأداء الفني والأداء البدني للعيبة النادي الأهلي، من ماتش الترجي لحد النهارده في أعلى مستوياته. في أعلى مستوياته، سواء في بطولة أفريقيا أو في ماتشات الدوري كمان. النادي الأهلي كسب الترجي التونسي القوي اللي أنتوا بتقولوا عليه ضعيف رايح جاي 1-0 و3-0، ونادي الترجي كان مؤهل مع الوداد اللي هو خرج من كايزر الشيفز. طب حضرتك بتقول الترجي ده ضعيف، ماشي الترجي ضعيف. اقول لحضرتك نتائج الترجي ولا هفكرك بماتشين بس؟ هفكرك بماتشين. نادي الترجي التونسي الضعيف كسب نادي الزمالك في دور المجموعات رايح جاي، لا تعليق. النادي الاهلي صعد بعد كده للنهائي لمواجهه فريق جنوب افريقي اخر هو كايزر تشيفز. على فكره كايزر تشيفز ناس برضو قللت من امكانياته بمجرد ما وصل الفاينل. ده وصل الفاينل على حساب انديه قويه جدا، سيمبا وبعديه كمان الوداد اللي هو كان مرشح ان هو ياخد البطوله. يبقى معنى كده طالما وصل فاينل وطلع الفريقين دول اذا هو فريق محترم من الاخر. طيب الاهلي كسب ليه؟ الاهلي كسب لان كان عنده الرغبه الكبيره والاصرار الاكبر والاكثر نظاما واحترافيه. عشان احنا عندنا حاجه موجوده في النادي الاهلي، مفيش سقف للبطولات. احنا عشقنا للبطولات لا ينتهي. الاهلي توج تتويج مستحق بالبطوله العاشره، اللي اكدت حاجه كمان اكتر، اللي كانوا بيشككوا في ان التاسعه جات لنا بالحظ. لا، العاشره اللي احنا جبناها عن استحقاق تاكد ان التاسعه والقضيه ممكن خدناها عن جداره واستحقاق. فكلامك عن ضعف بطوله دوري الابطال ده بيدينك انت، بيدينك انت. قبل ما تقول ان البطوله ضعيفه، بص اقرا الارقام، شوف ايه اللي حصل. طيب سيبنا من دي. السنه اللي فاتت لما الاهلي والزمالك وصلوا فاينل، هل ده كان سببه ضعف المنافسين او ضعف البطوله؟ استحاله. ما قلتش الكلام ده ليه ساعتها؟ لان وصولهم كان للفاينل كان عن جداره، وتتويج النادي الاهلي على حساب نادي الزمالك كان عن جداره ايضا، وتتويج النادي الاهلي السنه دي بالعشره برضه عن جداره، سواء انت اعترفت بكده او ما اعترفتش. في الاخر في تاريخ، والتاريخ بيسجل. التاريخ بيقول ايه والارقام بتقول ايه، وده ردنا دايما. احنا ردنا بالارقام وردنا في الملعب. التاريخ بيقول ان النادي الاهلي توج ببطوله دوري ابطال 10 مرات، المنافس اللي بعده كام؟ 5 مرات. يعني البطوله الضعيفه دي محدش عارف يكسبها اكتر من النادي الاهلي. خلاص خلصنا من البطوله، خش على اللي بعده. طيب لو قلنا البطوله الافريقيه دي ضعيفه، طيب ايه الاقوى من وجهه نظر الناس اللي بيقولوا ان البطوله ضعيفه؟ ايه الاقوى، بطوله الدوري؟ تعال لي بطوله الدوري. ارقام برضو،
انا بتكلم بالارقام، احنا لينا ايه الارقام في الاخر. الاهلي كسب البطوله 42 مره، وان شاء الله السنه دي تبقى البطوله 43، بس احنا بنتكلم على اللي حصل. اللي حصل بيقول ايه؟ ان البطوله الاقوى اللي انت بتقول عليها اقوى من بطوله افريقيا، النادي الاهلي كسبها 42 مره، والنادي الاهلي عنده فيها ارقام تاريخيه وقياسيه. واقرب المنافسين، مش عايز اقول لكم الارقام لان الارقام هتفوجئوا بيها، وقربها مسافه بعيده جدا جدا جدا. اقرب المنافسين عنده 12 بطوله. طب ولا تزعل، اللي جاي اخر خمس سنين مش بطوله الدوري الاقوى؟ اخر خمس سنين مين اللي كسب بطوله الدوري؟ فريق واحد بس، النادي الاهلي. يعني الفرق 30 بطوله بين في الدوري، في بطوله الدوري القويه الاقوى اللي البعض بيقول عليها اقوى من بطوله افريقيا. الفرق 30 بطوله بين النادي الاهلي واقرب المنافسين في بطوله الدوري. ده ايه من وجهه نظر هي مش وجهه نظر، انا مش مقتنع انها وجهه نظر، هي مش وجهه نظر، هو عايز يقلل من شانك، هو عايز يقلل من المكسب اللي انت عملته. بس هو ده هو ده هو ده قصده، انما هو عارف من جواه ان كل الكلام ده كده وكل الكلام ده مش حقيقي. هو بس عايز يبوظ فرحتك، عايز يقلل من مكسبك. عارفين ايه الفرق بين النادي الاهلي واي نادي تاني؟ مع احترامي لكل الانديه، ان النادي الاهلي افعال لا اقوال، افعال لا اقوال، لكن الناس التانيه بتقعد تتكلم كتير ومفيش شغل وتقعد تهرتل باي كلام. هم عايزين بس يفشلوا النادي الاهلي، يعني هم مش بيفكروا في نجاحهم، لا هو عايز يفشلك انت، عايز يحطمك انت، عايز يشوه اي صوره ليك انت كويسه. هو تفكيره بس يشوه اي انجازات بيعملها النادي الاهلي، ولكن ما بيركزش مع ناديه. عشان كده النادي الاهلي كل يوم بطوله، كل يوم في حته تانيه، كل يوم في تقدم لحد ما وصل للعالميه. خلي لكم انتوا الكلام، احنا في الاهلي بنحب البطولات، وردنا بيكون في الملعب، وردنا ارقام. نرجع بقى لماتش النهارده. طبعا ماتش النهارده قدام نادي البنك الاهلي، ولو حضراتكم فاكرين الماتش الاولاني كنا راجعين برضو من مكسب. عايز اقول حاجه بمناسبه بعد ما بنرجع من بطوله او ماتش كبير، احيانا بيبقى فيه ايه؟ استرخاء. اتمنى ما تكونش موجوده النهارده، يعني اتمنى ان شاء الله ما تكونش موجوده النهارده، بس ده وضع طبيعي. يعني الفرحه طبعا اللعيبه بتفرح بالانجاز الكبير اللي عملوه، احيانا بيبقى فيه، بقول لحضراتكم، نوع من انواع الاسترخاء شويه، ساعات الماتش اللي بعده بتحس بيها في الملعب شويه. اتمنى ان ما تكونش موجوده النهارده. لو حضراتكم فاكرين الماتش الاولاني لعبناه في اجواء صعبه جدا، انا ما بقولش مبررات على فكره، ما بقولش مبررات. الماتش الاولاني لعبناه في اجواء صعبه في ملعب كان ضيق نوعا ما. هتقول لي هو في ملعب ضيق وملعب واسع؟ هقول لحضرتك في حد ادنى وفي حد اقصى. احنا لعبناه في ملعب حرس الحدود، كان البنك الاهلي وكان بقياده الكابتن محمد يوسف، والماتش اتلعب في اجواء سيئه للغايه، ولو فاكرين حضراتكم المطر، والنادي الاهلي كان ماسك المباراه من اولها لاخرها. ضاعت مننا البدايه في الماتش دوت، ولكن تقريبا الماتش كان بيتلعب في نص ملعب، وفرقه البنك الاهلي كانت واقفه قدام ال 18، وجبنا جول. لو حضراتكم فاكرين جبنا جول في الاخر، جول ايمن اشرف بدماغه، وللاسف الحكم لغى الجول، وده قرار كان غير صحيح اطلاقا، والدليل ان جميع الخبراء التحكيم قالوا ان الهدف صحيح. زي مالك عموما الفتره اللي فاتت ديت كان في تركيز بعد المباراه، كان في فرحه لمده يوم او يومين، اهو ادي الجول مع حضراتكم اللي النادي الاهلي جابه، واتلغى ماتش البنك الاهلي في الدور الاول. طبعا انا مش هعقب، ولكن كل خبراء التحكيم اجمعوا ان الهدف صحيح 100%، مفيش عليه اي شائبه تشوبه. لكن كل اللي يهمنا النهارده ان الفرحه خلاص انتهت. نبص بقى لماتش النهارده، التركيز كله يكون في ماتش النهارده،
وزي ما شفنا حضراتكم الكابتن محمود الخطيب قال ايه للعيبه الفتره اللي فاتت، قال قدر النادي الاهلي دايما هو تحقيق البطولات. اي لاعب بيرتدي القميص الاحمر عنده مسؤوليه كبيره جدا 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 تجاه ناديه وتجاه جماهيره. في الاهلي علمونا اننا بمجرد ما نكسب بطوله بنفرح حاجه بسيطه، لكن بنقفل الملف ونفكر في اللي بعده. ولذلك ماتش النهارده ده اللي بعده. فتح ملف بطوله الدوري. وبمناسبه اللعيبه اللي هي بتفتخر دائما بانها لبست او بتلبس او بتمثل النادي الاهلي، انا عايز اشكر زي ما بنشكر اللعيبه اللي في الملعب دي، عايز اشكر بعض اللعيبه اللي سابت النادي الاهلي. عايز اشكر بعض اللعيبه اللي سابت النادي الاهلي من اجل الطموح. عايز اشكر اللعيبه دي لانها رسخت مبدا معروف لينا كلنا ان النادي الاهلي فوق الجميع وان الكيان هو الاساس. زي ما بنشكر اللعيبه اللي موجوده، انا بشكر جدا 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 اللعيبه اللي مشيت. النادي الاهلي النهارده بيلعب الماتش علشان يرجع لمكانه الطبيعي. مكانه الطبيعي اللي هو صدارة الجدول. الدوري بيحب النادي الاهلي. والنادي الاهلي بطولته المفضلة. بطولة الدوري العام. تعالوا بقى نروح نطمن قبل الماتش على تجهيزات النادي الاهلي من زميلنا المتواجد مع بعثة الاهلي الزميل فاروق صلاح. كل تحية ليك يا كابتن أيمن، كل سنة وانت طيب، وعيد كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. من جديد بيعود النادي الأهلي إلى الأجواء المحلية وبطولة الدوري المصري بعدما أنهى بطولة دوري أبطال إفريقيا وتوج أميرا على عرش القارة السمراء بعد فوزه على فريق كايزر تشيفز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. بيعود النادي الأهلي من جديد إلى الدوري المصري لاستكمال واستئناف مشواره نحو الحفاظ على لقب درع الدوري الممتاز. النادي الأهلي النهارده بيخوض اللقاء أمام فريق البنك الأهلي، وهي واحدة من ثلاث لقاءات من المقرر أن يخوضهم النادي الأهلي بدون ست لاعبين دوليين انضموا إلى المنتخب الأولمبي اللي بيشارك في أولمبياد طوكيو. طبعا مباراة البنك الأهلي، ثم مباراة الإنتاج الحربي، ثم مباراة أسوان. النادي الأهلي النهارده طبعا حالة من التركيز، حالة من الجدية. خلاص الفريق قفل صفحة البطولة الإفريقية وأنهى الاحتفالات. تركيز مطلوب خلال الفترة القادمة، خاصة النادي الأهلي ليه أربع لقاءات مؤجلين. النادي الأهلي طبعا بيهمه أن هو يحافظ على لقب الدوري. سريعا الفريق كان استأنف تدريباته يوم الثلاثاء بعدما ما منح مستر بيتسو موسيماني راحة للاعبين عاقب العودة من كازابلانكا والمغرب. استأنف الفريق تدريباته على يومين، يوم الثلاثاء والأمس الأربعاء، وكان بالأمس حضور الكابتن محمود الخطيب اللي كان حريص ان يكون موجود مع اللاعبين لحث اللاعبين على اهميه بطوله الدوري وايضا التركيز في بطوله الدوري المصري الممتاز. كابتن محمود الخطيب كان وجوده بالامس مع اللاعبين ورسائل كتير طبعا الكابتن محمود الخطيب بيوصلها بوجوده مع اللاعبين. ايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ والجهاز الفني، الجهاز الفني الخاص بفريق النادي الاهلي، اتكلم مع اللاعبين. خلاص بنقفل صفحه الملف الافريقي والبطوله الافريقيه والاحتفالات، خلاص بنركز في بطوله الدوري، بطوله مهمه جدا لفريق النادي الاهلي. لو نتكلم بقى النهارده على كواليس يوم فريق النادي الاهلي، تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه التاسعه، وجبه الغداء في تمام الساعه الثانيه. في هذه الاثناء مستر بيتسو موسيماني بيعقد المحاضره الفنيه للمباراه. طبعا هو اتفرج بالامس على يعني بعض اللقاءات الخاصه بفريق البنك الاهلي، وقف على كل مفاتيح اللعب او كل الايجابيات والسلبيات في فريق البنك الاهلي، ومن خلال المحاضره طبعا يعني بيدي اخر التعليمات وبيعني ان التشكيل اللي هيخوض بهذا اللقاء. طبعا النادي الاهلي زي ما قلنا عنده مجموعه من الغيابات، ست لاعبين انضموا الى المنتخب الاولمبي اللي بيشارك في اولمبياد طوكيو، محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن واكرم توفيق واحمد رمضان بيكهام وناصر رمار. طبعا بيغيب ايضا ويستمر غياب وليد سليمان وحسين الشحات للاصابه، وايضا محمد محمود وكريم ندفد. من الامور المهمه النهارده في كواليس يوم النادي الاهلي ان الجهاز الفني كان حريص ان هو يتابع اداء لاعبي النادي الاهلي في مباراه المنتخب المصري الاولمبي امام فريق اسبانيا اللي انتهت بالتعادل السلبي. اشاد واثنى على اداء لاعبي النادي الاهلي خاصه محمد الشناوي. ايضا لاعبي النادي الاهلي كانوا حريصين ان هم يعني يكونوا على تواصل واتصال مع لاعبي النادي الاهلي سواء محمد الشناوي او اكرم توفيق او طاهر محمد طاهر، يعني كانوا بيشجعوا وبيحمسوا اللاعبين وبيشكروهم وبيحيوهم على الاداء وتمنوا لهم التوفيق خلال المباريات القادمه باذن الله. طبعا دي الروح اللي احنا بنتكلم عليها،
اللي هي بتكون سر النجاح للاعبي النادي الاهلي. خلال طبعا يعني اللقاء هذا اللقاء طبعا هو لقاء في غايه الاهميه، النادي الاهلي طبعا بيهمه ان هو يفوز في هذا اللقاء ويكمل مشواره المحلي وان شاء الله يحقق 3 نقاط مهمه يضافوا الى رصيد النادي الاهلي. دي كانت كل الكواليس، كل الاخبار من هنا من مقر اقامه فريق النادي الاهلي. من جديد تعود ليك الكلمه تاني مره تانية يا كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. وشفنا طبعا اللعيبه مركزه، ان شاء الله تكون من بدايه المباراه. البدايات دايما مهمه جدا 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 بعد البطولات الكبيره او الماتشات. بس كنت عايز اعلق بقى، انا قلت لحضراتكم في تعليق على لعيب كان النهارده نجم من نجوم مباراه منتخب مصر الاولمبي مع منتخب اسبانيا الاولمبي، اللي هو اكرم توفيق. وشفنا حضراتكم ازاي لعيبه النادي الاهلي من المعسكر بتتكلم مع اكرم توفيق وبتبادلوا التحيه على المجهود الرائع والمباراه الرائعه اللي هو عملها النهارده. اللي عايز اقوله لأكرم عشان اديله حقه برضه، أكرم من اللعيبة المجتهدة جدا جدا جدا، واللي أثبت جدارة الفترة اللي فاتت في غياب محمد هاني، وقدر يرسخ مكانه وأقدامه في المكان دوت. أكرم توفيق البعض قال إن هو بيلعب بروح عالية جدا بس، ودي معناها في الكورة إن أنت يعني إيه الروح عندك بتغطي على الفنيات. ولكن الراجل أثبت بعد كذا مباراة إن هو كمان في الكورة بيعلى أو مستواه بيتطور. لعيب كويس عنده امكانيات هايله كانت عايزه تطلع مع الماتشات. شفنا الماتش الاخير حتى ماتش 3 الثرو باس او التمريره البينيه اللي لعبها لمحمد شريف، ومحمد شريف قدر يجيب منها الهدف الاولاني في كايزر تشيفز. شفنا ليه الكرات العرضيه اللي بيعملها اخر 3 4 ماتشات، شفنا شوط بيمينه وبشماله على المرمى، شفنا ان هو بيكمل نص الملعب وبيكمل لجوه في بعض الاوقات، شفنا طبعا روح القتاليه العاليه على الجانب الدفاعي. شفنا تطور سريع في مستوى اكرم توفيق الفتره اللي فاتت، ده يحسب له، وتحيه خاصه جدا 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 لاكرم توفيق. حد بيقول لي بيسالني انت كنت بتشكر لعيبه النادي الاهلي اللي جابوا البطولات ديت في 8 شهور، جابوا 4 بطولات وبرونزيه، 5 بطولات وبرونزيه كاس العالم. اقول لهم اه، وطبعا لازم اشكرهم، وكمان بتشكر الناس اللي مشيت. انت شكرت الناس اللي مشيت؟ ايوه، انا بشكر الناس اللي مشيت اللي رسخوا لنا مبدا ان الاهلي فوق الجميع، وان المجد للكيان ده تاكيد، وانا بشكرهم على رحيلهم. انا بشكرهم على رحيلهم. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا الكبار كباتن اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن عادل عبد الرحمن. أرجوكم انتظروا. We'll be right back.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده ومنورنا، كابتن شريف عبد المنعم كل سنه وحضرتك طيب ومشرفنا ومنورنا. كل سنه طيب يا ايمن وكل مصر كلها وهي بخير، عيد اضحى علينا جميعا وكل سنه وجماهير النادي الاهلي بألف خير. كابتن علاء مشرفنا وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه طيب يا ايمن وكل سنه وكل المصريين بخير يا رب، وكل سنه وجماهير الاهلي طيبين وبخير، وكل سنه وانتم طيبين قناة الاهلي اللي عاملين فيها، وان شاء الله تبقى ايام حلوه ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يعين. كابتن اسامه كل سنه وحضرتك طيب، شرفنا ومنورنا يا كابتن. الله يخليك يا ايمن، كل سنه طيب والشعب المصري كله بخير والامه الاسلاميه والناس طبعا الشغالين هنا وجماهيرنا وكل من ينتمي للنادي الاهلي، وطبعا ينتمي الاهلي عشان احنا لكن كل الشعب المصري طبعا. كابتن علي عبد الرحمن كل سنه وحضرتك طيب، مشرفنا ومنورنا كابتن. كل سنه وانتم طيبين يا كابتن ايمن، ومصر كلها بخير والامه الاسلاميه كلها بخير وسلام ان شاء الله، وبخص كل سنه وطيب جمهور النادي الاهلي وبفرحتهم بافريقيا كمان. الحمد لله. كابتن شريف عايز ابارك لك على العشره، وعايز اقول لك ان البعض تجاوزا البعض اللي هو يعني محايد يعني بيقلل من أهمية بطولة أفريقيا العاشرة اللي خدها النادي الأهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. العيد عيدين. أيوه. عيد الأضحى وعيد العاشرة وعيد البطولات كلها، ها؟ الناس اللي هي نفسيتهم تعبانة شوية من حقهم إنهم يتعبوا. لأن ما ينفعش إنك أنت تقارن نفسك والحمد لله بالنادي الأهلي. النادي الاهلي افعال، كنت شايفك بتتكلم. صحيح. مش كلامه خلاص. النادي الاهلي بيبص لنفسه وبيبص على تاريخه ودستوره والمبادئ كمان، ان احنا ما نبصش لحد غيرنا يعني. صحيح. وان كان اي حد غيرنا بيبقى موجود في اي موقف وطني واحنا بنتمنى له دايما تقدم وبنتمنى له دايما النجاح، لان ده بيبقى شكل مصر كلها. صحيح. فمن ابسط الاشياء ان انت لما يبقى فيه نادي القرن بيلعب في اي حته او عنده مسؤوليه وطنيه ان هو يحقق نتيجه بطوله افريقيه اللي هي مش بالسهل، انك انت اربع مرات توصل. صحيح. الفاينل مفيش فرقه في العالم في اخر خمس سنين مفيش فرقه في العالم بتوصل كده فاينل اربع مرات، حتى بايرن ميونخ وريال مدريد بتبقى صعبه عليهم جدا يعني. مظبوط. الفرقه كلها بتحاول انها تكون ليها وجود، وفرقه كلها ليها اسماء وفرقه ليها، كان شمال افريقيا او عموم جنوب افريقيا او اي حته في افريقيا بيتمنوا اليوم ده. وكان على سبيل المثال ان كايزر شيفز يوصل الفاينل، اذا الناس كلها بتشتغل. صحيح. الناس كلها تتمنى هذا الشكل، فعندما تتمنى هذا الشكل فيا اخي الاخ بيحسد اخوه يعني، فاهم؟ ايوه. بالك انت بقى بال عايزين يتحسسوا ان هم يبقوا معاك او يكون ليهم وجود، فبيطلع تجاوز شويه او بيطلع بتاع، انما احنا مسامحين واحنا في طريقنا وبطولاتنا واللي تربينا عليه واللي بنعمله دايما دي مسؤوليه تجاه جماهيرنا كلها. صحيح. كابتن علاء طبعا النادي الاهلي الملك زعيم افريقيا، ومين غيره زعيم افريقيا بالارقام وبعدد البطولات اللي خدها النادي الاهلي وبالارقام اللي بيحطم أرقامه النادي الأهلي، بيحطم أرقامه القياسية اللي هو عملها قبل كده. يعني لو بصينا على الأرقام هنلاقي حتى في بطولة أفريقيا الضعيفة النادي الأهلي خد 10 بطولات وأقرب المنافسين ليه واخد 5 بطولات. هو كبير وسيد أفريقيا النادي الأهلي، يمكن يعني في الموضوع ده كتير، لكن أنا عارف دايما لما تسمع كلام اللي هو حد بيشكك في انتصاراتك وبطولاتك تسكت، عشان يعني عارف انت ايه اللي هو خلص الكلام يعني، فاهم؟ حتى كابتن شريف بيتكلم ومش عايز كلام هيقوله، كلام خلص خلاص يعني، اللي هو انت عايز تقول له انت بتتكلم على ايه وبتقارن ايه بايه. مظبوط. وقصدك ايه يعني يا جماعه؟ المره مليون اللي بيتكلم على حد او اللي بينقد حد او بيشكك في نجاح حد على الاقل يبقى قريب لي. صحيح. بس انا كده ممكن اقبلها. أيوه. اقول يعني قريب، فانا عايز اوصل ان احنا الحمد لله نادي الاهلي في حته بعيده خالص للمره الثالثه للمره مليون هنا في نفس الكرسي بتاعي ده. النادي الاهلي بينافس ريال مدريد الملكي في عدد البطولات، افهموا يا جماعه احنا بنتكلم على ايه. ريال مدريد الملكي في اسبانيا
النادي الاهلي بيقرب له. صحيح. هوش يعني عارف لما جماهير النادي الاهلي او حد في النادي اللي يطلع ينتقد ريال مدريد البطوله دي كانت ضعيفه، انا ممكن اقبلها عشان اقرب لك، فانا ممكن. انما انت بتتكلم على ايه؟ احنا بعيد كل البعد الحمد لله رب العالمين عن حتى المنافسه المحليه، المنافسه الافريقيه. انت دلوقتي بتتكلم على النادي الملكي ده عينك عليه، فانت عايز توصل له. فعشان انت بص ايمن، انت باصص لايه؟ فما ينفعش ترجع بنظرك ورا. مظبوط. خلاص انت دايما خليك انت دايما باصص للعالي، باصص لفوق الحمد لله رب العالمين وعن جداره واستحقاق. صحيح. مفيش بطوله في النادي الاهلي بتاخد عشان اسباب وكلام من ده، بطولتك كلها واخدها بتعبك، بعرقك، بادارتك، بجماهيرك، باجهزتك الفنيه، بكل حاجه. فاللي هو ما تردش، والله العظيم السكوت حلو قوي قوي بجد. السكوت حلو، قول لهم ماشي. السكوت اكبر رد. اه والله ايه، بتسكت قول لهم ماشي خلاص. صحيح. كابتن اسامه الف مبروك العشره. ودايما يا كابتن اسامه بعد الماتشات الكبيره او بعد البطولات الكبيره بيحصل نوع من انواع الاسترخاء كده. بتيجي دايما الماتشات اللي بعد البطولات مباشره بتحس ان في استرخاء شويه في الملعب، تحس ان البدايات بدايه المباراه مش هي البدايه القويه اللي بتحسم بيها المباراه من البدايه. الناس بتقلق دايما. لو تفتكر برضو السنه اللي فاتت كنا اعتقد كنا بنلعب البنك الاهلي مش كده؟ مش فاكر. اما عمل ممر الشرفي بعد ماتش الزمالك والقاضيه ممكن كان في برضو نوع من انواع الاسترخاء، وضاع مننا نقطتين. اه كان في جول اتلغى ولكن ضاعت مننا البدايه فضاع مننا نقطتين. يعني قبل ما اتكلم في النقطه دي برضو تكمله مع كلام شريف وعلاء، النادي الاهلي في حته تانية خالص. فمبروك لجماهيره، لمجلس ادارته، لجهازه الفني، للاداري، لكل العاملين في الاجهزه بتاعته، الف مبروك. النادي الاهلي بيلعب نفس الفرق اللي كل الفرق الافريقيه بتلعبها. يعني هل النادي الاهلي مطالب ان يستورد انديه من الخارج عشان يلعبها في البطوله عشان يتقال انه دي الفرق دي قويه او مش قويه؟ طب ما هو نفس الفرق من اول دوري المجموعات لدور الثمانيه اللي قبل النهائي، نفس الفرق هي دي اللي لعبت كلها بعض. ايوه. كايزر شيفز فاز على الوداد وخرج سيمبا. صح. النادي الاهلي قبل النهائي مخرج سان داونز، وقبل نهائي الترجي، وقبليه في دور الثمانيه سان داونز. يعني كل الفرق اللي كانت مرشحه للبطوله النادي الاهلي خرجها قبل كايزر شيفز. فيعني كلام صحيح لا نلتفت ليه يعني، ومبروك ودايما في انتصارات دايما. بالنسبه انت كنت قلت لي السؤال كان، انا بس اتهمني الاسترخاء بعد الماتش. الاسترخاء دايما بعد المباراه كبير. يعني هو احيانا بتحصل مش على طول. يعني النادي الاهلي يمكن حتى من ايامنا كنا متعودين على الامور دي. يعني بنفصل، بنخرج من بطوله لبطوله، بناخد بنكسب بطوله، بنلعب بعديها شويه مثلا دوري، بنلعب كاس، بنلعب افريقيا. يعني متعودين على هذا الموضوع. ولكن احيانا في بعض الاوقات او في بعض السنين ممكن يجي جيل مثلا او بعض او مجموعه من اللاعبين او ممكن تكون مش واخده بالها من النقطه ديت. اعتقد انه اكيد سواء يعني سيد عبد الحفيظ ومستر موسيماني اتكلموا، او اللعيبه القديمه زي وليد سليمان والسوليه والناس اللي بقى لها كام سنه في الفرقه اكيد اتكلموا مع اللعيبه في الموضوع ده. لانه كمان الرفاهيه في انك تضيع نقط السنه دي في الدوري لا مفيش، صعبه شويه. ايوه طبعا. لانه الماتشات بتقرب قوي، والزمالك هو المنافس الطبيعي لينا في البطوله السنه دي قريب قوي. يعني الموضوع مش مستحمل. فما اعتقدش يعني اتصور انه لعيبه النادي الاهلي واخدين بالهم من النقطه دي. ويمكن الشناوي قبل ما يسافر الاولمبياد كان قالها انه احنا تعهدنا بعد المكسب العشره انه هنركز جدا في الدوري ولازم نبص للدوري العام. صحيح. فاتمنى يعني الموضوع ده ما يحصلش ان شاء الله النهارده او في اي ماتش من الماتشات الجايه. صحيح. لان النقطه هتبقى غاليه جدا في الماتشات الباقيه دي. صحيح. ان شاء الله. كابتن عادل الف مبروك العشره، وبطولات النادي الاهلي وتحدياته لا تتوقف. تحب تقول ايه للبعض
ان هم بيحاولوا يقللوا من انجازات ويشوهوا حجم الانجازات الكبير وحجم البطولات الكبير للنادي الاهلي. طب انا موافقك ان البطوله سهله، طب ما انت خارج من الدور الاول، يعني يبقى انت اضعف الضعيف في الضعيف، يعني يعني مفيش منافسه، يعني مفيش كتبيه كوره في مصر. خلينا بقى نتكلم كلام واضح، ايوه مفيش حاجه اسمها، ولا في افريقيا حتى، انت النادي الاهلي متسيد بطوله الدوري اضعاف الاضعاف بينك وبينك وبين الثاني، بطوله افريقيا الضعف بقت الضعف كمان. فاظن يعني المفترض ان كل الناس تسكت. عارف في مثل يا كابتن، بس لازم كلنا نبقى حاسين ان احنا، مش هقول المثل عشان المثل ده صعب شويه، لكن مش هقول، لكن خلينا نرجع ان لو انت شايف ان بطولات افريقيا ضعيفه وما بتعرفش توصل فيها لدور ال 16 تبقى انت ضعيف جدا جدا جدا، يبقى ما نتكلمش في حاجه ثانيه. والحاجه الثانيه كابتن علاء قال كلمه عجبتني، الاهلي طول عمره بيبص لقدام، انت زي السبق صحيح، انت اول ما خدت العشرة انت بتدور في ال 11 مظبوط، وده المكسب الحقيقي. اقول لك حاجه ثانيه يا كابتن، التقارب في الدوري السنه دي ايه؟ انت بقالك 3 سنين 4 سنين ما فيش تقارب بينك، بتكسب ليها بمده. التقارب بس السنه دي انك انت خدت بطوله افريقيا وبعدين طلعت على كاس عالم الانديه، كان الاهلي عنده ارتباطات اكتر واقوى وعنده جهد اعلى علشان كده رجع في تقارب شويه. لكن اقول لك حاجه، كمان 4-5 اسابيع ان شاء الله يكون النادي الاهلي يكسب المباراه اللي جايه. والحاجه الثانيه المهمه، النادي الاهلي كان جيد جدا في الحته دي، انه وافق انه يلعب ماتشات دوري صحيح من غير محمد الشناوي مظبوط، ودي حاجه يعني من غير 6 لعيبه لا، وبالذات يمكن 6 لعيبه قول منتخب، لا انت بتتكلم على اللي فوق كمان يعني الست لعيبه، انت عندك لعيبه كتير بيلعبوا في المنتخب الاولمبي طبعا لكن كمان انا بكلمك على انك كمان لعيبه فوق فوق اللي هم الثلاث لعيبه الكبار منهم اهم عنصر عندك في النادي الاهلي ومحمد الشناوي، غير العناصر كلها مهمه عندك اللي في المنتخب الاولمبي، لكن كون ان النادي الاهلي يوافق بالامر اللي زي ده فانا انا بحييه على دي. وانا عارف ان النادي الاهلي ما بيقفش على لاعب، ان شاء الله يعوض يعني يعوض اللعيبه دي في المباريات النهارده وربنا يسهل. ومبروك العشر وفي الاخر نبتسم انت في العشر. طيب هنروح لفاصل او نروح لتقرير الاول عن مباراه اليوم بين النادي الاهلي والبنك الاهلي، وبعدين نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار. ارجوكم انتظرونا. يعود الفريق الأهلي لمواصلة مشواره ببطولة الدوري الممتاز بمواجهة صعبة أمام نظيره البنك الأهلي الليلة على ملعب الأهلي ويا السلام في تمام 7 مساء، وهي مباراة مؤجلة من الجولة 25. ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، ولا زالت لديه 5 مباريات مؤجلة، فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز 15 برصيد 25 نقطة. ويعيش لاعبو الأهلي في حالة سعادة كبيرة بعد الحصول مؤخراً على لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي أقيمت السبت الماضي في المغرب. وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين وطالبهم بنسيان بطولة إفريقيا والتركيز على لقب الدوري، خاصة أن الفريق لديه مواجهات صعبة للغاية ويجب الفوز بها من أجل اعتلاء صدارة جدول ترتيب البطولة. ويفتقد الأهلي جهود عدد من اللاعبين على رأسهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام بسبب انضمامهم لصفوف المنتخب الأولمبي الذي يشارك في أولمبياد طوكيو، بينما تعرض حسين الشحات للإصابة خلال لقاء كايزر تشيفز. وحرص موسيماني على تجهيز كل العناصر المتاحة من أجل تحقيق الفوز على البنك الأهلي، وحذر المدرب جميع اللاعبين من صعوبة اللقاء، خاصة أن المنافس سوف يسعى لتقديم مستوى جيد أمام الأهلي. على الجانب الآخر، فإن خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي يسعى لتحقيق أداء قوي أمام النادي الأهلي،
وحرص على تجهيز لاعبيه طوال الفترة الماضية، وقام بإعطاء تعليمات لهم بالتركيز واللعب بجدية وعدم ترك مساحات للاعبي الأهلي. ويعتمد جلال على خبرة عدد من اللاعبين في تلك المباراة، على رأسهم أحمد ياسر ومعروف يوسف وكريم بامبو وأحمد شرويدة وفادي فريد. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، ماتش النهارده ماتش مش سهل. ناس كتير تقول لك الماتش سهل وفي فوارق بين الفرقتين فنيه كبيره جدا، ولكن بالنظر لنتائج حتى البنك الاهلي اخر خمس ماتشات في الدوري تعتبر نتائج الى حد ما معقوله، وخصوصا اخر مباراتين. يعني هو اخر خمس مباريات البنك الاهلي لعب المقاولين العرب خسر 1-0، لعب مع سموحه 2-2، خسر من انبي 3-2، وبعدين كسب طلائع الجيش 2-0 وكسب المصري 2-0. كسب مباراتين كبار قوي. صحيح. 2-0 2-0. صحيح. وفرقه 3-2، خدت بالك 2-2. اذا بيقول لك انا عندي شكل هجومي يقدر يجيب جول. صحيح. عنده شويه حاجات مش متظبطه في الدفاعات او في نص الملعب، عنده لياقه بدنيه بتكمل له الملعب او ما بتكملوش الملعب على حسب كل مباراه في فرق توقيت بيها قد ايه. فعنده مدرب بيستغل كل الامكانيات اللي عنده من اول مباراه، يعني ما بيسكنش ناس يقول لك انا هعمل دكه ومش دكه، لا هو من اول مباراه بيحاول، حاسس بوضعه في الدوري شكله ايه، عايز يحسن الصوره، عايز يطلع ويهرب من الهبوط. ف فرقه البنك الاهلي فرقه كويسه جدا. البعض يقول لك لا دي مباراه سهله ومش بس. انا عايز اقول لك على حاجه، احنا بنخرج من اي بطوله بنروح نلعب في اي ماتش بعد كده احنا بنفس السيستم. ايوه. السيستم انا رايح اكسب. ايوه. انا رايح العب ماتش، هلعب بفراودتي، هلعب بنفس الشكل اللي معاه، هلعب باجنحتي، هلعب بنص ملعبي. انا ما بيبقاش عندي انا رايح العب مين الحقيقه. البنك الاهلي زي الماتش اللي جاي، الانتاج زي بيراميدز زي كل الفرق عندي سواسيه شكل واحد. احنا اللي بندور على ازاي هناخد 3 نقاط منين. اللعيبه بتبقى فاهمه الوضع بتاعها وفهمت خلاص. أيوة. احنا قاعدين نمجد وقاعدين نقول ما شاء الله النادي الاهلي هو نادي القرار، والنسر يحلق. فعلا النسر يحلق بالمفهوم. صحيح. بالاداء في الملعب. صحيح. بالتيشيرت الاحمر. يعني احنا النهارده عشان تكلمني على مباراه زي البنك الاهلي انا ماليش باسماء. انا ليا بوضعي ان انا الشكل النهارده ما عنديش حاجه سوى ان انا احتفظ ب3 نقاط اداء ونتيجه وكل شيء. صحيح. كل التوفيق، لان انت عندك برضو بعض الغيابات، هي دي الاسئله الماتش مش سهل. مظبوط. فلما يبقى في غيابات ازاي الاداره الفنيه دلوقتي هتنزل في الملعب. صحيح. الشكل للعيبه هي اللي هتعوض كل ده باذن الله. التوفيق. ان شاء الله. كابتن علاء، يمكن الكابتن شريف تطرق لمساله الصعوبات اللي هتواجه النادي الاهلي النهارده ومنها الغيابات. هل غيابات النادي الاهلي النهارده اللي تتمثل في محمد الشناوي واكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن، هل هتؤثر تاثير سلبي على اداء النادي الاهلي النهارده؟ لا، ما اعتقدش النادي الاهلي بيتاثر بغيابات. النادي الاهلي الفرقه الكبيره دايما بيبقى عندها دايما البديل، والبديل بيبقى نجمه. يعني البديل مش واحد بيثبت نفسه ايمن. البديل نجمه، نجم كبير جدا وعايز يلعب. ممكن تجي لك فتره كده اصابه، السنه اللي فاتت جات لك فتره اصابات كتير جدا، اللي هو كنت يا دوب بتعمل فرقه بالاحتياطي بتاعه وكسبت وماشي كويس جدا. ما اعتقدش غيابات النهارده تاثر، مع الاحترام الكامل ليهم طبعا كلهم نجوم كبار. بس ما فيش بعض العناصر اللي هو تقدر تقول مثلا، يعني ده ما فيهوش تقليل من اي حد تاني، محمد الشناوي مثلا. محمد الشناوي الحاله الوحيده اللي كنت مناقشها مع كامل كامي، الحاله الوحيده اللي ممكن تستثناها من اللي انا بقوله ده هو الشناوي. اللي مكانه الشناوي واسلوبه وما شاء الله مستواه ممتاز، بقاله اكتر من 3-4 سنين رقم واحد في مصر. بيأثر ان هو بيديك الثبات، تحس ان انت مطمن ما عندكش مشكله. أي. كويس. علي لطفي من حراس مرمى ممتازين، بس طبعا عايز وقت واخد مباريات، عشان كده مفيش مشكله النهارده. صحيح. دايما ايمن في بين رقم واحد ورقم واحد الشناوي فارق قوي عن كل حراس مرمى مصر، يعني مع احترامي الكامل ليهم. عشان كده بقول لك الاستثناء الوحيد بس من القاعده اللي بتكلم فيها دي هو الشناوي. ودايما ايمن الشناوي او 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 حراسه المرمى دايما هي بتبقى ليها تاثير كبير في اي فرقه. على فكره بقول لك حارس المرمى ده نص الفريق، يعني كلام مش بيتقالوا خلاص، دي حقيقه فعلا. صح. لما يكون عندك حارس مرمى كبير بقيمه الشناوي تعرف معنى الكلمه دي. لكن باقي اللعيبه موجودين وكلهم زي ما بقول لك نجوم، ونجوم كبيره جدا وعايزين يلعبوا ومش هيحصل تاثير كبير ولا حاجه. المشكله بس انت خايف منها
هي الاصابات. يعني الوقت في اصابه حسين الشحات بعد، انت مش عايز بقى في الوقت ده يعني ربنا يبعد الاصابات عن لعيبتك في الوقت ده بقى، ده اللي صح. انت عايزه صح. مش عايز حد يبعد عنك في الفتره دي. لكن الناس اللي مع منتخب الاولمبي في طوكيو ان شاء الله، هو الشناوي ان شاء الله يرجع سليم ويقدم مباراه كويسه ان شاء الله رب العالمين. صحيح كابتن اسامه، بما اننا بنتكلم عن البدايه، من وجهه نظرك المستر موسيماني بيفكر ازاي؟ طبعا علي لطفي اكيد هيلعب. طيب احنا قرينا مثلا ان علي معلول ممكن ما يبداش ورا، وايمن اشرف هو اللي يبدا كظهير ايسر، وعلي معلول بيفكر ان هو يطلعه قدام ناحيه الجناح الايسر. ما هو دلوقتي اي مدير فني الاوراق اللي عنده بيلعب بيها، عنده طريقه لعب تبقى ثابته لا بيبقى عنده طريقه لعب ثابته في معظم الماتشات صح. وبيغير في ظروف اذا كان عندك نقص، اذا كان عندك اصابات لاي سبب. انت قصدك بيغير طريقه اللعب ولا بيغير افراد؟ ما انا هقول لك، ممكن يغير طريقه اللعب وممكن يغير افراد. احيانا انت شفت ان هو لعب 4-3-3 في ماتش مثلا الترجي، لعب بديانج وحمدي والسوليه في نص الملعب في ماتشين الترجي. أيوه. في واحد من مباراتين سان داونز عمل كده. كويس. في ماتش الاتحاد السكندري اللي كسبناه 4-1 في مصر عمل كده. فانت لما بيكون عندك نقص يا اما هتغير الطريقه او هتغير الافراد، يعني تلعب بنفس الطريقه وتغير الافراد. أيوه. في تغير بعض مراكز اللعيبه زي ما انت بتقول دلوقتي علي معلول. علي معلول ويمكن انا في فتره يعني كنت مع مستر مارتن ريول احيانا كنا ممكن نستخدمه في الجناح، ومدربين تانيين جم استخدموه كده. أيوة. لان هو بيلعب في الحته دي كويس. مزبوط. يعني ممكن جدا انت دلوقتي عندك مشكله شويه في الاجنحه، في النواحي الهجوميه، في الاجنحه بالذات. مزبوط. مزبوط. ما انت عندك رؤوس الحربه، راس الحربه الثابت في ثلاثه، في شريف ووالتر بواليا ومروان محسن صح، اللي هم في العمق يعني. لكن هي المشكله شويه في الاجنحه. هو لو لعب باثنين ارتكاز سواء السوليه وحمدي او ديانجو والسوليه اي اثنين وقفشه قدامهم، الجناحين انت الاساسي اللي موجودين في المجموعه دي هم كهربا واجايه بس. الجناحين اللي هنا. ايوه. فممكن يفكر ومين التصنيف بتاعهم كده. انا بتكلم يعني انا بتكلم على التصنيف ده في اللي موجودين، في اللي موجودين اللي هم بعد غياب طاهر وحسين شحات اصابه يعني في كام واحد كانوا في الاجنحه مش موجودين. مظبوط. فهو لو عمل كده في البدايه ممكن يقول لك طب لو انا جيت غير واحد فيهم مش موافق هلاعب مين؟ فممكن يغير الطريقه، يلعب 4-3-3 زي ما لعب في الترجي، يلعب بالسوليه وديانج حمدي فتحي ويلعب مثلا بقفشه واجايه تحت محمد شريف. ممكن يفكر كده. او زي ما انت بتقول يبتدي بقى يوظف لعيب عنده امكانيات في المكان ويلعب بنفس الاسلوب. يعني ممكن يروح مطلع علي معلول في الجناح عشان يحل المشكله دي. أي. انه عنده نقص وعلي معلول بيلعب في الجناح الشمال كويس. أي. فيبقى هو اخترع او زود جناح كويس. لان الاجنحه فعلا شويه ناقصه في 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 مجريات المباراه. أي. ممكن الاثنين لعبوا ما يقدروش يكملوا 90 دقيقه. اسامه ما ينفعش يدخل محمد شريف ناحيه اليمين وينزل بوبواليا. ممكن يعملها، ممكن يعملها بس يعوض غياب حسين بس مش من بدايه المباراه. ممكن يعملها بس هو ممكن ما يبتدي. انا بتكلم في التفكير. ممكن يفكر ما اظنش من بدايه المباراه بس هو النقطه ان شريف بقى في العمق طبعاً. بيكسبه على طول طبعا ما يقدرش يعمل. فهو ممكن يقول لك انا يعني ما بعيدوش عن المكان اللي هو بيكسبني. ممكن وماشي كويس لكن في وقت من المباراه ممكن يعمل كده. يعني بيديله حريه اكتر ويتحرك اكتر. ما انا بقول لك ممكن في وقت من المباراه يعني. أي. ممكن مش من البدايه بس ممكن في وقت من المباراه يحتاج ان ينزل بواليا مع شريف لو اتصعبت الامور مع شريف لو اتصعبت الامور وديته كده يعني. يعني انا مش قادر اخش جوه تفكير مستر موسيماني. لكن انا قلت لك البدائل اللي ممكن يعملها. ايوه. يا اما هيلعب بالاسلوب اللي هو 3 ارتكاز واثنين تحت راس الحربه تحت شريف. أي. يا اما هيلجا زي ما انت قلت انه يلعب معلول عشان يزود جناح لو حصل الاصابه لحد او حصل حد مش قادر يكمل 90 دقيقه. فممكن يبتدي بمعلول ويخلي مثلا كهربا على دكه البدلاء او يبتدي بكهربا ويخلي اجايه يبقى معلول وكهربا في البدايه مع قفشه. أي. ويخلي مثلا اجايه احتياطي يبقى في جناح صح. احتياطي. فهو عنده كذا حل. هو بقى الأدرى وربنا يوفق ان شاء الله والمباراه باذن الله رب العالمين.
طيب تعالوا نروح لملعب المباراه ونشوف زمايلنا الاعزاء فاروق صلاح ومحمد توفيق. فاروق صلاح عن النادي الاهلي ومحمد توفيق عن البنك الاهلي، اتفضل يا فاروق. كل التحية ليك يا كابتن أيمن، كل سنة وأنت طيب، وكل سنة وكباتننا الكبار طيبين، الكابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، الكابتن أسامة عرابي، والكابتن عادل عبد الرحمن. طبعا عيد سعيد عليكم جميعا وعلى كل مشاهدينا مشاهدي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، ويا رب دايما أيام النادي الأهلي تبقى دايما في أعياد. خليني في البداية أقول لك يا كابتن أيمن، النهاردة استاد الأهلي والسلام يتزين للاحتفال بالنادي الأهلي، ودور كبير جدا بتقوم به شركة استادات النهاردة في كيفية الاحتفال بفريق النادي الأهلي. يعني شايفين صوت الأغاني، أغاني الاحتفال بالنادي الأهلي وبالكابتن محمود الخطيب، ودور كبير جدا بتقوم به شركة الاستادات. أيضا يعني على جانب الاحتفال فريق البنك الأهلي في لفتة طيبة طبعا، يعني اكيد لها صدى كويس. من المقرر ان فريق البنك الاهلي هيقف في ممر شرفي للاحتفاء بامير القاره السمراء وهو النادي الاهلي. لو نتكلم بقى على فريق النادي الاهلي، زي ما قلنا كابتن ايمن، النادي الاهلي ادى تمرينين، تدريب اول امس وتدريب امس، وكان حضور الكابتن محمود الخطيب للتدريب وصل اكثر من رساله للاعبين. خلاص قفلنا صفحه البطوله الافريقيه، عندنا تحدي جديد، عندنا الدوري المصري مواجهه امام فريق البنك الاهلي، طبعا في ظل الغيابات اللي بيعاني منها النادي الاهلي، انضمام 6 لاعبين للمنتخب الاولمبي، وايضا استمرار غياب وليد سليمان، وبالاضافه لحسين الشحات ومحمد محمود وكريم نيدفيد. طبعا زي ما حضرتك استعرضت مع كباتننا الكبار تشكيل فريق النادي الاهلي، ايضا اذكرك ان خرج من قائمه النادي الاهلي لهذه المباراه الاثنين الناشئين احمد نبيل كوكا وحمزه علاء، موجود على مقاعد بدلاء النادي الاهلي مصطفى شوبير، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، محمود متولي، سعد سمير، اليو ديانج، مروان محسن، وولتر بواليا. مستر بيتسو موسيماني طبعا يعني حرص ان هو كان يجتمع مع محمود عبد المنعم كهربا وجونيور اجاييه في جلسات منفرده، وايضا مع محمد مجدي قفشه. طبعا بيقول من بعض الكلام يكلمه مع كهربا انه بيثق في كهربا وبيديله الفرصه النهارده من بدايه اللقاء ان شاء الله، واحد من الاوراق المهمه جدا لفريق النادي الاهلي. مستر بيتسو موسيماني لدى وصوله لارض الملعب قام بتفقد ارض الملعب ومعاه حكام اللقاء، ان النهارده من المقرر ان هو يقود طاقم تحكيم بقياده عبد العزيز السيد حكم الساحه، يعاونه احمد حسام وتامر رشاد الحكم الرابع صالح سلامه، اثنين على تقنيه الفار او تقنيه الفيديو ابراهيم منور وصبري ابراهيم. دي كانت كل الكواليس، كل الاخبار من هنا من ملعب الاهلي والسلام. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. ومن فاروق نروح سريعا لزميلنا محمد توفيق، اتفضل يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي ليك ولكل نجوم الاستوديو التحليلي نجوم مصر. يمكن النهارده اجواء اكثر من رائعه في ملعب الاهلي والسلام، وتغطيه مباراه النادي الاهلي وفريق البنك الاهلي في اطار المباراه المؤجله من مباريات الجوله 25 للدوري المصري الممتاز. يمكن الفريق البنك الاهلي اللي بنتكلم على استعداداته النهارده استعد بدون راحه، خاصه ان هو منتشي بانتصارين في اخر مباراتين امام طلائع الجيش والمصري البورسعيدي. يمكن كابتن ايهاب جلال يعني خالد جلال قرر ان هو على طول بدون راحه اعطى اللاعبين بس 72 راحه بعد مباراه المصري اللي كانت يوم 2 يوليو 2/7، الفريق بقى له 20 يوم ما خدش اي مباراه رسميه. بعد 72 ساعه على طول الفريق واصل استعداداته ودخل معسكر مغلق لمده 10 ايام قبل المباراه، نظرا لاهميه مباراه النادي الاهلي اللي الفريق شايفها مباراه صعبه وكبيره، ولكن هو في صراع المنافسه على الهبوط او الهروب من قاع الجدول طبعا، فهو عايز يطلع باي نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي النهارده. يمكن الفريق في المركز ال 15 ب 25 بونت بنفس الرصيد لنادي اسوان في المركز ال 16، فشايفين ان اي بونت هيخرجوا بيه من مباراه النهارده هيبقى زي ما بنقول امل جديد ليهم في صراع الهروب من صراع المؤخره وال يعني النزول للدرجه الثانيه، فعاملين حسابهم جدا ومستعدين بشكل كبير. يمكن كابتن خالد جلال كان ليه تصريحات كمان قبل الماتش، قال طبعا مباراه النادي الاهلي مباراه كبيره ومباراه صعبه خاصه بعد تتويج النادي الاهلي بالنجمه العاشره والبطوله الافريقيه، لكن انا قلت للاعب يعني احنا لازم نلعب النادي الاهلي نادي بطل، لازم يكون عندنا حوافز ودوافع ان احنا نقدم مباراه يعني كبيره ونخرج بنتيجه ايجابيه تكون تساعدنا في الفتره اللي جايه. يمكن كمان اداره البنك الاهلي او نادي البنك الاهلي وكمان اداره الكره بالتعاون يعني قرروا النهارده ان هم يقيموا احتفاليه بسيطه للنادي الاهلي بطل افريقيا، ان هيكون ان شاء الله كابتن ايمن النهارده قبل المباراه اقامه ممر شرف الابطال النادي الاهلي ابطال افريقيا للمره العاشره في تاريخه، وكمان هيكون في باقات ورود هيهديها لاعبي وجهاز الفني للبنك الاهلي للجهاز الفني ولاعبين النادي الاهلي.
لكن الاجواء هنا اكثر من رائعه، درجه حراره مثاليه جدا لمباراه كره قدم. درجه الحراره ما زادتش عن 32 درجه مئويه. استاد كمان الاهلي والسلام تزين واصبح في ابهى صوره ان شاء الله عشان يحتضن اول مباراه محليه لبطل افريقيا بعد العوده للمنافسه على لقبه المعتاد الدوري المصري الممتاز عشان يحافظ على لقبه الموسم الثالث على التوالي وال43 في تاريخه. الكلمه ايه كابتن ايمن وضيوفك الكرام؟ شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. ومعانا دلوقتي قبل ما نروح للكابتن عادل تشكيل الفريقين. يمكن مستر موسيماني قعدنا نقول هيغير طريقه ولا هيغير افراد، هو غير افراد انما الطريقه زي ما قال الكابتن علاء مهوب زي ما هي. التشكيل النادي الاهلي النهارده هيبقى علي لطفي لحراسه المرمى، ظهير ايمن محمد هاني، وظهير ايسر علي معلول، يبقى علي معلول هيلعب ورا زي ما هو، والاثنين اللي في القلب بدر بنون وايمن اشرف. قدامهم في خط النص عمرو السوليه وحمدي فتحي، يبقى هيلعب اربعه واثنين قدامهم عمرو السوليه وحمدي فتحي، ورباعي الامام هيبقى محمود كهربا واجاييه على الاطراف، وبينهم محمد مجدي قفشه ومهاجم وحيد محمد شريف. نقولهم مره تانية: علي لطفي لحراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، اثنين اللي في القلب ايمن اشرف وبدر بنون، قدامهم اثنين عمرو السوليه وحمدي فتحي، رباعي المقدمه محمود كهربا واجاييه على الاطراف، وبينهم محمد مجدي قفشه ومحمد شريف راس حربه او مهاجم متقدم. البدلاء هيبقى مصطفى شوبير، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، اليو ديانج، مروان محسن، والتر بواليا، سعد سمير، محمود وحيد، محمود متولي. تشكيل البنك الاهلي هيبقى محمود الزنفلي، والاطراف عاصم صلاح واسامه ابراهيم، اثنين اللي في القلب احمد ابراهيم وامير مدحت، قدامهم ثلاثه في نص الملعب معروف يوسف، محمد فتحي، محمد حامد، قدامهم موسى ديوارا، واثنين مهاجمين احمد ياسر وفادي فريد. هو بيلعب 4-3-1-2، ده اللي على الورق، ممكن نشوف حاجه تانية في الملعب. نقول برضو مره تانية: الزنفلي حراسه المرمى، طرفين ظهير ايمن اسامه ابراهيم، ظهير ايسر عاصم صلاح، اثنين اللي في القلب احمد ابراهيم وامير مدحت، قدامهم ثلاثه خط وسط دفاعي معروف يوسف، محمد فتحي، محمد حامد، قدامهم موسى ديوارا، واثنين مهاجمين راسين حربه احمد ياسر وفادي فريد. البدلاء احمد السعداني، محمد مجدي، محمد كوفي، محمود سيد، محمد بسيوني، حسام الصانع، كريم بامبو، احمد شرويده، محمد متناني. كابتن عادل، مستر موسيماني ما غيرش الطريق، هو غير افراد، وزي ما حضراتكم قلتوا هو ما فيش غير كهربا واجاي هو فعلا بدا بيهم، وخلى علي معلول ظهير ايسر. دي حقيقة، يعني احنا شفنا التغييرة من مباراة لمباراة، اخر مباراة في الفاينل غير اربع لعيبة، واحد اضطرار اللي هو محمد الشناوي، وغير طاهر مكانه كهربا، وغير الشحات مكانه اجاييه، ومحمد هاني مكان اقرب. يعني احنا بنتكلم في اماكن غيرها مستر موسيماني، ثبت نص الملعب الاثنين اللي بدأ بيهم الفاينل عمرو السوليه وحمدي فتحي، وثبت الاثنين اللي في القلب ايمن اشرف وبدر بنون، وثبت علي معلول كويس، وثبت مجدي قفشه ومحمد شريف، يعني العمود الطولي للنادي الاهلي في ثبات. التغيير بس في الاطراف، في حته الطرف اليمين هي اللي متغيره خالص، الاثنين لعيبه متغيرين اللي هو محمد هاني مكان اكرم وحسين الشحات مكان اجيه، فممكن هتحس ببطء سنه في الحته اليمين. الحته الشمال علي معلول ومحمود كهربا، ولكن انا اشك في الحته ان هو ممكن يبقى الثلاثه اللي قدام يلعبوا بلا مركزيه، يعني ممكن كهربا تلاقيه في الوسط، وقفشه تلاقيه في ناحيه اليمين، واجي ناحيه الشمال اوقات كتير من المباراه، لكن اللي هو هيبقى ثابت على طول هو محمد شريف. لكن هنا المهم في حاجه، لما تيجي تلعب فرقه بعد الفاينل، يعني انت عندك ثلاث مشاكل النهارده كنادي اهلي. اول مشكله انت عندك نهائي واجهاد سفر واجهاد ذهني، ده واحد، وضغط عصبي. ده في المباراه اللي هي بتاعت الفاينل. هترجع لتاني حاجه المنتخب الاولمبي واللعيبه اللي سافروا والغيابات. الحاجه الثالثه المهمه انك انت بتغير اهدافك انت من بطوله افريقيا ماتش
لوك اوت يعني تطلع بره الى ماتش دوري في سباق. بس المفروض خلي بالك كابتن عادل انت في النادي الاهلي وده نادي كبير والاجهزه الفنيه واللعيبه بتعرف تتعامل مع النقطه دي كويس. كابتن اوكي انا معاك اللعيبه تقدر، لكن انا بكلمك على جهاز فني بيحضر من شيء لشيء، بيخرج من شيء وبيخرج من شيء. يمكن احنا اتكلمنا على الحته بتاعته والكباتن اتكلموا على حته تغييرات اللعيبه جوه الملعب، ده البلان بي اي مدرب بيعمله. كابتن ايمن اي طريقه مدرب، احنا قلنا هيغير الطريقه ولا هيغير اللعب، اي مدرب في الدنيا بالذات ماسك فرقه كبيره لازم بيبقى عنده طريقه تانية. الطريقه التانية بياخد من مين؟ بياخد من الاحتياطي عنده. يعني الاحتياطي عنده ده اقرب للعب. تمام يا كابتن. لما بيخرج اللعيب اللي هو الاساسي من المباراه نفسها بينزل اللعيب الاحتياطي ده. متفقين؟ طب لو اللعيب ده خرج من المباراه بيبقى بيدخل اللعيب الثاني. علشان كده اعظم مدربين العالم وانجح مدربين العالم اللي هم بيرقموا لعيبتهم من 1 لـ11. يمكن ما فيش حاجه اسمها التغييرات النمطيه الجديده اللي هي تنزل باك رايت بباك رايت باك ليفت بباك ليفت، ما فيش الكلام ده. ويمكن اول واحد عملها كان مانويل جوزيه في مصر، كان لما بيجي يغير مكان من الاماكن جوه الملعب ممكن يلف 3-4 اماكن ناحيه ثانيه عشان يلعب باللاعبين، علشان يبقى عنده وفره كبيره من اللاعبين. الحاجة التانية المهمة، أي فرقة كبيرة لازم أي لاعب فيها يلعب من مركزين، أقل حاجة مركزين وأقصى حاجة 4 مراكز. والنادي الأهلي عنده لاعبين بيلعبوا 4 أماكن و4 مراكز وبيلعبوا 3 مراكز وبيلعبوا مركزين. في لعيبة بس اللي هي على الطرف ممكن في الناحية اللي ورا، يعني علي معلول احنا كلنا قلنا ممكن يلعب قدام. هو اصلا مهاجم. بس هيفقد الحته بتاعت ايه، انه جاي من تحت فاضي. هيبقى في حته لازم واحد ضد واحد ويعدي. دي مش بتاعته، لكن اللي بتاعته ان هو يجي ان تايم بالظبط ويجري وتتعمل له الكوره. لكن محمد هاني مثلا احنا واخدين بقالنا فتره على اللي بيهاجم اكتر، النهارده فيها هيتحصل خلل في طريقه اللعب شويه. احنا واخدين اللي بيهاجم اكتر مين؟ علي معلول. اكرم توفيق دايما بيدافع اكتر الثلاث اربع مباريات اللي فاتوا. تمام. النهارده محمد هاني من الناس اللي بيهاجموا كتير اكتر ما بيدافع. فهيبقى هنا في هل مستر موسيماني هيعلي الموضوع ده ان علي معلول هو اللي هيطلع اكتر ولا محمد هاني اكتر، ولا الاثنين هيبقوا قد بعض في الطلوع والنزول؟ هنا ده اللي هيتحكم فيها مين؟ الاثنين الديفندرات عمرو السوليه وحمدي فتحي. ماشي. طيب تعالوا نروح لزميلنا محمد توفيق ولقاء مع كريم حسن شحاته المدير الرياضي لفريق البنك الاهلي. اهلا بيك مره ثانيه كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وضيوف الكرام وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مكملين في تغطيتنا الخاصه والحصريه مباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي في المباراه المؤجله من الجوله 25. ويسعدنا يكون معانا كابتن كريم حسن شحاته مدير الكره بفريق البنك الاهلي. يعني كابتن كريم تحياتي ليك في البدايه وبرحب بحضرتك. يمكن كان ليك تصريحات اكثر من رائعه وكانت ايجابيه جدا قبل نهائي افريقيا بخصوص النادي الاهلي، وكمان قلت ان شاء الله هنكون ان شاء الله في يعني اول مباراه تكون مع النادي الاهلي محضرين مفاجات النادي الاهلي وهكون في ممر شرف كمان. يعني طبعا برحب طبعا كابتن ايمن كل استوديو طبعا قناه النادي الاهلي، ومبروك طبعا على بطوله افريقيا. ومش مفاجاه ولا حاجه، ده طبيعي. يعني احنا كنادي بنك اهلي وبنحتفل بالنادي الاهلي طبعا، حاجه بسيطه كده من تكريم بسيط، يعني مش حاجه جامده، بس ده طبيعي وده يعني روح رياضيه واحنا واحد كلنا. مهم النادي الاهلي يعني فرح مصر وفرح وخد البطوله العاشره، فحاجه طبيعيه يعني مفيش مشكله خالص. كابتن كريم يعني من الحاجات اللي تحسب ليك وانت معانا لازم نذكرها ان دايما تصريحاتك ايجابيه، واحنا عارفين ان ده الطبيعي، بس للاسف يعني من كتر ما الدنيا بقى في حاجات غير طبيعيه بقى الحاجه الطبيعيه الناس بتبص لها انها مستغربه شويه. لا احنا كلنا اخوات بره الملعب، ولما بيكون في فريق مصري بيلعب سواء الاهلي الزمالك بيراميدز اي فريق مصري بيلعب بره مصر بنبقى معاه وبنشجعه. احنا بنحاول انا برضو بقى يعني بعيدا عن انا مدير كوره في البنك الاهلي كاعلامي بنحاول نهدي الاجواء شويه ما بين الجماهير والسوشيال ميديا، فبنحاول يبقى الامور كلها كده هاديه وفي روح رياضيه وتنافس جوه الملعب. يعني ما حدش بيقول ان جوه الملعب يبقى برضه فيه هدوء، لا التنافس جوه الملعب تنافس شريف، بره الملعب لازم نبقى اهدى وكل واحد يحترم المنافس وفي نفس الوقت يعني يبقى بيشجع فرقته بكل احترام ومفيش مشكله خالص. يعني فنيا بقى ونتكلم جوه الملعب، يمكن ناهيين بشكل اكثر من رائع، فوزين متتاليين على الجيش والمصري، 6 نقط اعتقد حطوكم في مكان كويس، يمكن بتشتركوا بنفس الرصيد مع اسوان في المركز ال 15 وال 16. شايف الانطلاقه دي ازاي وانت بتواجه كمان النادي الاهلي النهارده والنادي الاهلي منقوص منه تقريبا 8 لاعبين؟
الحمد لله الفترة اللي فاتت كنا يعني عاملين ماتشات كويسة ونتائج كويسة، بس احنا لسه في موقع خطر في الجدول، لسه في المركز ال 15 بنفس الرصيد مع أسوان، فلسه مشوار طويل بالنسبة لنا، 8 ماتشات متبقيين لنا، لازم نحارب ونقاتل في كل الماتشات المتبقية. النهارده طبعا ماتش صعب مع النادي الأهلي بطل أفريقيا وفريق كبير، طبعا في منافسة شديدة بينه وبين الزمالك على الدوري السنة دي، وعارفين الأهلي أهلي مش عايز يضيع أي نقطة، لكن احنا طبعا عندنا طموح وعندنا تركيز ومستعدين كويس لماتش النهارده. الاهلي بيغيب منه 8 لعيبه مؤثرين، ولكن كل لعيبه النادي الاهلي السكواد كله 30 لعيب كلهم جامدين، يعني النهارده هتلاقي اجاي جونيور اجاي وكهربا موجودين في التشكيل، ايمن اشرف، بانون، محمد هاني، كلها علي معلول، محمد شريف، قفشه، السوليه، حمدي فتحي، يعني كلهم ما فيش حد فيهم احتياطي واساسي، مهما غاب عن النادي الاهلي بيبقى السكواد اللي موجود او ال11 اللي بدا او حتى الدكه كل اللعيبه في النادي الاهلي مستوى واحد. ف ده بالعكس ده بالنسبه لنا اصعب كمان، ان اللعيب اللي مثلا واحد زي اجاي او كهربا بقى لهم كتير ما بيلعبوش، فالنهارده عايز ينزل ويثبت نفسه فهيطلع جهد مضاعف، فماتش صعب جدا، لكن ان شاء الله ربنا يكرمنا كبنك اهلي ونعمل حاجه كويسه النهارده ان شاء الله. ان شاء الله شكرا كابتن، اتمنى لكم التوفيق الفتره الجايه ان شاء الله بعد ماتش الاهلي بقى. ان شاء الله اشكرك كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع كابتن كريم حسن شحاته، عوده لحضرتك واستكمال باقي فقرات الاستوديو. شكرا جزيلا للزميل العزيز محمد توفيق. كابتن علاء، التشكيل النادي الاهلي كابتن شريف كابتن شريف سوري يا كابتن شريف، مش عارف ليه دايما على طول كابتن علاء هو اللي في وشي. معلش هو لا القلب القلب الناحيه دي، لا 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 ممكن تاخد علاء وترجع لي حروف القلب ناحيه الشمال، القلب ناحيه الشمال ارجع لي وارجع لي بس هتتلخبط. لا 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 كابتن القلب ناحيه الشمال ايوه صح، حد حاجه يضرب ناحيه، مفيش حد يقدر، لازم تقدر حبيبي كابتن شيف حبيبي، انا كنت اتفرج عليه خد بالك في 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 سنه هنا ممكن سن يعني راجل برجله لو يا شويه خد بالك انت معاك حق، ده انا اللي ده دخلك في جوزيه ودخلك في الارقام ودخلك يلا بينا. وبعدين ده كان بيقول لي اعمل ايه كابتن في التشكيل النهارده مستر موسيماني محافظ على طريقه 4 2 3 1، ولكن عندك على الاطراف محمود كهربا بقاله فتره ما بيلعبش اساسي، وجونيور اجاي بقاله فتره ما بيلعبش ناحيه اليمين، مع انه عامل لك كوره في سان داونز من ناحيه اليمين بس هو بقاله فتره وخلي بالك كمان محمد هاني بقاله فتره ما بيلعبش. بص اي لعيب في النادي الاهلي يلعب في اي حته كلهم جواكر الحمد لله، حتى انت لو هتشوف النهارده عمرو سوليه هتلاقي فيه تقدم ليه وهتلاقي فيه شكل دفاعي ناحيه معلول شويه، ايوه هي في ميكانيزم اللعيبه بتعرف امكانيات بعضها شكلها ايه كويس، فما بقاش في مجهود كبير جدا ان انا احمل على اجاي اذا كان ناحيه اليمين او تصرفات اجاي اذا كان هيطلع قدام مع محمد شريف. ايه التعليمات اللي واخدها من موسيماني؟ وجوده النهارده شكله دفاعي وهجومي ولا مسانده لمحمد هاني في ناحيه اليمين لو هجم محمد هاني؟ ما احنا بنقول ان محمد هاني راجع من اصابه وهيبقى المجهود مش بالشكل الطبيعي اللي هو بقى له كام ماتش بيلعب فيه. علي معلول ده طبيعي جدا موجود في الملعب والميكانيزم بتاعه شكله عادي، مع كهربا مع محمد مجدي قفشه بيتعاملوا بيحصل في مثلث لما بيستلم الكوره على اساس ازاي يخترقوا من ناحيه الشمال ويعملوا المثلثات اللي هي بتنتهي بعرضيه لمحمد شريف او اجايه وهو داخل من الناحيه العكسيه، ودي اهم حاجه في اجايه النهارده اللي هو دخوله منطقه الجزاء من الناحيه العكسيه. وعلي معلول انا كنت شايفه الفتره اللي فاتت بيحاول يعمل ثرو باس على طول لمحمد شريف بتبقى من نصيب حسين الشحات، فيمكن النهارده اجايه هيبقى ليه دور كبير قوي في عملية التكملة اللي يبقى راس حربة تاني أكتر من هو جناح، فأنا حاسس إن النهاردة أجاي هيبقى له شغل شاغل كبير قوي في منطقة الجزاء، هو ده الشكل اللي أنا بتأمله في أجاي النهاردة أكتر من إنه هيستلم كرة ويبقى بلي ميكر لا هيكون قريب شوية من محمد شريف، على أساس ده يساعد معلول ويساعد ناحية الشمال وكهرباء إنه لو راحوا اخترقوا من ناحية الشمال يلاقوا فيه أكتر من عدد زيادة عددية جوه 18 ناحية تانية، فدي ما تشغلش بالك بحكايه اجاي انه هيلعب ناحيه اليمين بيدي اكتر ناحيه اليمين ولا بيدي اكتر ناحيه الشمال، وفي نفس الوقت انا شفتها كذا مره بيحصل سويتشات بتلاقي كهربا لوحده راح ناحيه اليمين واجاي راح ناحيه الشمال على حسب شكل اللعب بشكل يعني. فهو كل اللي مطلوب من اللعب العادي ان مفيش ميز باص النهارده مفيش تحميل ليك انك انت ترجع على الكونتر اتاك بتاع البنك الاهلي يعمل لك دربكه، انت لازم تبقى فريش النهارده مركز كويس قوي كل اللعيبه ازاي بتشوف بعض ازاي بتشوف امكانيات بعض ازاي بتحاول تخلص المباراه بدري فهو ده اللي مطلوب في اول تايم باذن الله رب العالمين.
كابتن علاء، يمكن لو فاكر الماتش الاولاني كانت سيطره تقريبا نسبه كبيره جدا للنادي الاهلي، ولكن ضاعت مننا البدايه. ولو تفتكر تقريبا الشوط الثاني بنلعب في نص ملعب البنك الاهلي، دي حقيقه اتلغى لنا جول، ولكن البدايه الحقيقيه اللي هي بدايه المباراه اللي احنا دايما بنبحث عنها ضاعت مننا، فضاعت نقطتين. هو دايما في مباريات الدوري تبقى حته انك بتبدا بطيء شويه بتاخد منك وقت كويس، وممكن تخليك تخسر نقاط زي ما حصل مع البنك الاهلي كويس في الدور الاول. مهم قوي في مباراه الدوري هنا بدايتها قويه كويس. قوي كمان، ولازم تعمل ضغط هجومي كويس خصوصا النهارده كويس. النهارده تلعب فريق لما نيجي نتكلم عنه اكيد هيبقى لاعب متحفظ جامد قوي النهارده في طبعًا. وفي نص ملعبه وقافل المساحات وكل حاجه. هيعمل ايه بقى مستر موسيماني علشان يفك التكتلات الدفاعيه دي؟ مش هيعمل حاجه جديده، دايما هيعمل نفس الشغل اللي بيشتغل النادي الاهلي دايما. بص يا كابتن، دي مثلا احصائيات الماتش الاولاني لسه بنتكلم فيها اهي، يعني لحقونا اهي على الشاشه. بص البنك الاهلي كان 27% استحواذ، النادي الاهلي 73%، تمريرات صحيحه 184 من 273 تقريبا او 273 ديت، فحتى عدد التمريرات يعني ضعيف جدا. النادي الاهلي 677 تمريره صحيحه من 773، تصويب على المرمى النادي الاهلي تخيل 25 بس، اثنين منهم بس بين الثلاث خشبات. البنك الاهلي مرتين منهم كوره على المرمى. كل الاحصائيات دي مع ان انا مش من هواتها يعني، ولكن النتيجه طلعت صفر. انا مش من هوات الاحصائيات خالص يعني، في حاجات كده بس طبيعي. ما البنك الاهلي والنادي الاهلي كل الاحصائيات اللي بتتكلم فيها دي ايمن دي طبيعيه جدا، لان فروقات واضحه قوي بين النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي ومعظم لعيبه الدوري العام ككل. ودي بعض الفرص هيك. طبعا اللي كان ماتش غريب جدا في الدور الاول، لازم تكسب من بدري كمان ومكسب كويس، لكن عارف حصل أيوة. ممكن النهارده يعني المباراه دي ايمن ممكن مستر موسيماني يستعملها كويس قوي في محاضره، يستفيد منها يستعملها كويس قوي كويس. ان عشان احنا ابتدينا الشوط الاول ما كناش كويسين وحصل الاصابه بتاعت وليد وكده، ضاع منك نقطتين مهمين جدا صح. ازاي انا اخش على مباراه مع طبعا مع اختلاف الاداره الفنيه هنا، كابتن محمد يوسف وكابتن خالد جلال، لكن انا دايما بقول انت اللي بتحدد، انا ماليش دعوه بالفريق المنافس، انت اللي بتحدد انت بدايتك ازاي كويس، شكل الاداء هيبقى ازاي كويس. انت عايز ايه مباراه؟ انت النهارده عايز ضغط هجومي كويس قوي خصوصا من الثلاثه اللي قدام مع حمدي مع السوليه كويس، على لعيبه البنك الاهلي اللي انا متاكد ان هو مش هيلجا للتحضير النهارده. طيب ما هو بمناسبه الثلاثه اللي قدام، احنا لو بصينا للجنب اليمين هنلاقي محمد هاني بقاله فتره ما بيلعبش وراجع من الاصابه، وقدامه جونيور اجاييه ما بيلعبش في الحته دي كتير وراجع برده ما بيلعبش اساسي، وكنا شفنا الفتره اللي فاتت وزنه زايد شويه، فهل ده هياثر على الانطلاقات الهجوميه ناحيه اليمين؟ لا، التخوف من الجنب اليمين عشان واحد كان بقاله فتره غايب، وان اغيه مش يعني ما بيحب يعني مش الاماكن المحببه لاغيه ناحيه اليمين كويس. هو لو استاق كده يبقى ناحيه الشمال نمره واحد بيفضلها كويس قوي، خصوصا لما يكون علي معلول معاه وفي القلب لما بينزل، وناحيه اليمين لو عايز تلعبه النهارده. كابتن شريف قال حاجه وعادل، ان ما فيش تخيط ما بين اجاييه ومحمود عبد المنعم خالص. لا دي على فكره من غير يعني من غير الاسمين دول أي. يعني هات المباراه السابقه هتلاقي طاهر وشحات ما بيتخيطوش، ودي مزبوط. حاجه كويسه بالنسبه لكهربا وبالنسبه لاجاييه، حته التغيير دي اعتقد حاجه وفيها ليهم اتنين، فانا مش قلقان من دي ايام كويس. جنب اليمين هيشتغل زي الشغل عادي خالص، محمد هاني ممكن تبقى قلقان من حته ان هو بعيد شويه عشان كنفس المباريات عشان بعد عشان الاصابه، لكن كشكل اداء النهارده هاني هتلاقيه عايز يقدم احسن اداء ليه؟ اكرم ما شاء الله الفتره اللي لعب فيها ناحيه اليمين الناس كلها بتتكلم على اللعيب هايل، على فكره انا بتكلم فيه ده حاجه من احسن حاجات في كره القدم، منافسه شريفه طبعا وغيره، انا بغير من ايمن مش غيره وحشه، انا بغير من ايمن غير ايجابيه طبعا. كابتن علي احنا فاكر لو تفتكر زمان كان عندنا فرقه واثنين وثلاثه بالظبط، ودايما كنت تحس يعني مثلا لو انا هلعب النهارده وسام بيلعب مكاني طبعا. تحس ان وسام بيجي يكلمني وعايزني ابقى كويس طبعا. كابتن شريف ما كانش بيعمل معاه كده خالص، لا ولا هرجع ولا عارف ايمن عارف ايمن نرجع بسرعه قوي. الاول حاجه سالتها انت، هو ليه النادي الاهلي كده؟ هو عشان كده صح، هو النادي الاهلي من ضمن مميزاته دي ان دايما الفريق عنده فريق كوره كله عايز يكسب، كله على نفس الكلام، عشان كده النهارده مش قلقان من حاجه، متاكد النهارده ان هاني هيأدي اقصى حاجه عنده وعايز يقول انا موجود، دي حاجه. على جانب كهرباء او اجايه حته الاداء انا مش قلقان منه، انك انت دايما امن الجناحين دلوقتي فيهم ميزه دايما بيضموا في النص وعندهم حريه حركه كويسه قوي،
وفي شغل بيتعمل على الجناب كويس قوي. امال الان من ايه؟ مش الان من حاجه خالص. لا 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 مش الان. حتى لو تغيرات اللعيبه انا مش الان من حاجه خالص. خالص. القلق الوحيد دايما بيجي لي بدايتك. بدايه الماتش. بس غير كده انا مع المباراه ما عنديش مشكله خالص. لكن النهارده حته التركيز متاكد زي ما اسامه قال وشريف وعادل ان لعيبه النادي الاهلي مركزه على الاساس. خلاص انت ايه؟ انت زي بيقولوا انت في الثلث الاخير في السباق، فما عندكش رفاهيه تضيع اي نقطه ثاني خلاص. حتى لو قبل كده كان عندك الرفاهيه دي، هي مش موجوده دلوقتي. مظبوط. البطوله العشرة انتهت خلاص الحمد لله والف مبروك، ونفكر ان شاء الله رب في ال11. فالفرحه والكلام ده انا متاكد ان اتقفل عليه كويس قوي من اول واحد كان محمود الخطيب، نتكلم فيها اكيد مع مستر موسيماني واللعيبه بينهم. خلاص الفرحه انتهت، لان جماهير النادي الاهلي بتنسى بسرعه. جماهير النادي الاهلي ايه على المتحف الحمد لله طبعاً. زي ما عادل بيقول خلاص في دلاب البطولات جماهير الاهلي. لو كلمت من امبارح ايمن او اول امبارح، احنا بفكر النهارده ان شاء الله صح في مباراه البنك الاهلي تعدي على خير، وثلاث نقاط ان شاء الله مهمين جدا. صحيح كابتن اسامه، يمكن مستر موسيماني بيلعب بنفس الطريقه. لو جينا لتشكيل البنك الاهلي، عايزين بس نتكلم على نادي البنك الاهلي. منزل النهارده يافطه لتهنئه اهو مجلس اداره نادي البنك الاهلي المصري برئاسه اللواء اشرف نصار، بيهنئون مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب وجماهيره بحصوله على بطوله دوري ابطال افريقيا، ودي لفته اكثر من رائعه. وطبعا هي دي الروح الرياضيه اللي احنا بنتمناها دايما بين الانديه وبعضها. وزي ما قال برضو الكابتن كريم حسن شحاته المدير الرياضي لفريق البنك الاهلي، ان هم النهارده عاملين ممر شرفي لابطال افريقيا ابطال النادي الاهلي. طبعا حاجه مشرفه وحاجه مهمه ان نادي البنك الاهلي فكر في الموضوع ده، واعتقد ان اي من انديه مصر لو في الموقف ده اول مباراه بعد حصول نادي الاهلي على البطوله العاشره كان ممكن يفكر نفس التفكير، لانه في النهايه النادي الاهلي بيمثل مصر. صحيح طبعا بيمثل اساسا جماهيره وبيلعب باسمه هو في البدايه، لكن بشكل عام هو نادي مصري، فاعتقد كان التفكير ده يبقى موجود. فبنشكرهم طبعا جدا، نشكر اللواء اشرف وكل مجلس اداره بنك الاهلي وعلى اللفته ديت، وبنشكر كريم برضو على نفس الموضوع اللي اتكلم فيه. ندخل بقى على تشكيل البنك الاهلي، واللي جاي لنا على الورق 4-3-1-2. فكر خالد جلال ايه النهارده؟ المكسب نقطه بالنسبه له يبقى مكسب، وبيلعب على اساسه من البدايه، ولا ممكن مثلا يفاجئ النادي الاهلي انه يضغط من قدام من اول مباراه؟ بص، مفيش شك انه فرقه البنك الاهلي قبل الماتشين الاخرانيين ست نقط اللي خدوهم كانوا في موقف لا يحسدوا عليه، وحتى الان طبعا ما زالوا ولكن انك تاخد ست نقط ورا بعد فترة طويلة نتائجك مذبذبة، خباك دي ادت ثقة شوية. مزبوط. بمعنى ايه؟ لو هو كان خسران الماتشين اللي فاتوا او مثلا واخد بونت واحد او كده هيبقى متوتر جدا. لكن الست نقط دولت حطوه مع اسوان مع دجلة، يعني احنا بنقول الانتاج الحربي في الغالب الشكل اللي عم بيقول هينزل، لكن الثلاثة دولت اللي شكلهم هيصارعوا على الفرقتين اللي هيكملوا مع الفرقه اللي هتكمل مع الدوري السنه الجايه. يعني في فرقتين منهم هيهبطوا مع اعتقد الانتاج يعني الاقرب. فالست النقط دولت فرقوا معاه كتير جدا، فنفسيا كمدير فني مش هيبقى مضغوط، مش مضغوط انه كسبان اخر ماتشين، مش مضغوط ان هو بيلعب النادي الاهلي. فالطبيعي قبل ما يوصل للمباراه عنده امل طبعا انه يكسب، وعنده امل انه يتعادل، ولكن هو عارف انه بيلعب بطل افريقيا، عارف بيلعب النادي الاكثر تتويجا، فمش هيبقى مضغوط قوي. لكن هو الشكل العام اللي هو يلعب بيه اقرب ل 4-5-1، يعني موسى ديوارو مش هيبقى في المنطقه دي غالبا. موسى ديوارا هيبقى ناحيه الشمال، ما بيلعبش في القلب، هو بيلعب على الطرف. ما هو هيلعب على الطرف الشمال، وهيبقى عامل مع عاصم صلاح ومعروف يوسف وموسى ديارة، الثلاثة هيبقوا مثلث في الجنب الشمال اللي هو يمنا اللي هو فيه محمد هاني واجايا او محمد هاني وكهربا. الناحية الثانية هتلاقي احمد ياسر عشان يقفل على معلول. احمد ياسر طبعا اللي كان بيلعب في النادي المصري ولاعيب كويس قوي ومن هدافينهم، هيبقى مع اسامة ابراهيم ومحمد حامد الثلاثي دوت
هيبقى عامل جبهه الناحيه الثانيه ناحيه اليمين عشان يقفلوا على علي معلول، لانه عارفين دي جبهه قويه. وفادي فريد لوحده قدام، وفادي فريد قدام، ومحمد فتحي هو الوسط الارتكاز رقم 6. محمد فتحي طبعا كان بيلعب في الاسماعيلي قبل كده، ومعروف مركزه اللي هو امام يعني قلبي الدفاع غالبا. يبقى معروف يوسف هيبقى مع موسى ديوارا ناحيه الشمال مع عاصم، والناحيه الثانيه تلاقي اسامه ابراهيم ومحمد حامد وفادي واحمد ياسر ريان، احمد ياسر اللي هو كان بيلعب في المصري، عشان يقفل على معلول، والناحيه الثانيه موسى ديوارا يقفل ناحيه محمد هاني. هي وفي ساعه ويلعب على هجمات مرتده مع ياسر وموسى ديوارا، والاثنين بيعملوها كويس مع فادي فريد. وفي الدفاع هتلاقي ارتداد موسى ديوارا من ناحيه الطرف الشمال عشان يقفل مع عاصم صلاح، وهتلاقي احمد ياسر نازل عشان يقفل. هيبقوا خمسه في نص الملعب، وفادي فريد هو المهاجم المشاغب اللي بيلعب في العمق وهيفضل يضغط على الباكين وكده. ده في الغالب الشكل اللي هيلعب بيه خالد جلال. هي المهم انه محمود كهربا واجاييه عليهم دور كبير جدا النهارده، لان هم بقالهم فتره ما بيلعبوش، فرصه لاثبات الذات حتى لو مش هيقدروا يكملوا 90 دقيقه. وهي دي النقطه اللي شويه اللي ممكن تضايق مستر موسيماني، انه خلي بالك لما تشوف الاحتياطي النادي الاهلي مظبوط، سته منهم مدافعين، يعني يعني رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، اليو ديانج، سعد سمير، محمود وحيد، محمود متولي، كل دولت في الشكل الدفاعي. صح. يعني اقرب. صح. هو عندك مروان محسن وابواليا، وزي ما احنا قلنا مفيش اجنحه، فدي شويه هتبقى في ساعه التغييرات هي دي اللي ممكن تغير بقى الشكل، تلعب راسين حربه اذا ما كنتش جبت جون بدري. أي. فاللي انا اقصده ان محمود كهربا وجايين النهارده حتى لو مش هيكملوا ال 90 دقيقه لازم يبقى ليهم ادوار، سواء في الناحيه الهجوميه انه يكملوا كويس مع شريف، وكمان اللي هيلعب فيهم ناحيه معلول، لان معلول جبهه كويسه قوي لما بيطلع يهاجم لازم يساعده في الدفاع شويه. أي. فعشان كده ممكن هتلاقي اجاييه كتير ممكن يروح ناحيه الشمال مع معلول، لان كهربا ما بيعرفش ينزل يدافع قوي. ايوه. فكهربا ممكن يتعب علي معلول في الحته دي شويه، فممكن تلاقي جاي زي ما الكباتن قالوا ان يبدل مع كهربا في احيانا كتيره يعني. صحيح. كابتن عادل، عايز اعرف رؤيتك للفريقين الناحيه الفنيه من خلال التشكيل اللي قدامنا دلوقتي. كابتن اسامه قال ان تشكيل البنك الاهلي ممكن يلعب في الملعب 4-5-1. وهو بيقول ان محمد فتحي دايما بيرجع ويبقى قدام الاربعه المدافعين، يعني هل ممكن يغير ويلعب 4-1-4-1؟ هو اصلا هيلعب كده ليه يا كابتن؟ لان هو غير ثلاث لعيبه من ثلاث خطوط في الملعب من مباراه لمباراه. اللي هم مين؟ اول واحد احمد ابراهيم لعب مكان الدبش، فاللي هو دبش سيرد باك. بس تاني واحد ده تقليدي. لا مش تقليد، هقول لك ليه. ثاني واحد محمد فتحي ماشي. بدل كان حسام السيد كان طيب. بيلعب ماشي. احمد ياسر مكان احمد علي، ودي اللي توريك انه يلعب براس حربه واحد. لان احمد علي راس حربه ثابت، واحمد علي مش بيلعب النهارده ولا في ال عارف هو الماتش اللي فات كان بيلعب عشان طيب. كده غيره باحمد ياسر ليه؟ عشان يلعب براس حربه واحد، عشان احمد ياسر زي ما اتفقنا ينزل فادي فريد هو اللي بيلعب لوحده، او فادي فريد احيانا كان بيلعب أيوه. ناحيه اليمين في اسوان، وكان عندنا أيوه. في النادي الاهلي من لعيبتنا يعني بيبدلوه على فكره يعني من لعيبتنا من اللعيبه الكويسه، فبيلعب ناحيه اليمين وبيلعب ناحيه الشمال. فهنا التغيير اللي هي محمد معروف يوسف ومحمد حامد ومحمد فتحي ما هينزل معاهم، ممكن ينزل معاهم موسى هيلعب ناحيه اليمين على الطرف، وممكن ينزل احمد ياسر ناحيه الشمال على الطرف، او ممكن العكس واحيانا العكس، يبقى فادي فريد هو اللي يبقى قدام، ومحمد فتحي ده اللي هو عشان كده غير حسام، غير مكان حسام اللي هو اللي هينزل الاولاني اللي هو قدام الاربعه اللي انت قلت 4-1-4-1، يعني يلعب بالناس اللي هو حسام صلاح، ويلعب احمد ابراهيم، امير مدحت، اسامه، وقدامهم محمد فتحي ومعروف يوسف وحامد يبقوا في الوسط، وموسى واحمد ياسر يبقى في ناحيه اليمين وناحيه الشمال، وفادي فريد يلعبها ناحيه اليمين. كويس. لما يجي يهاجم بيهاجم بقى بموسى، ويهاجم باحمد ياسر وفادي فريد، وواحد من الاثنين عن اللي عنده الكوره، لا معروف يوسف ناحيه الشمال، لا محمد حامد. لكن هنا بقى السؤال المهم جدا اللي احنا بنتكلم عليه، ما بعد تغييره هاني
واجاييه على خط واحد بالظبط. النادي الاهلي احيانا بيلعب بسرعات واحيانا بيلعب بثبات. النهارده يلعب بثبات ناحيه اليمين السرعات ممكن يلعبها من ناحيه الشمال مزبوط. من ناحيه كهربا ومن ناحيه علي معلول، لان اجاي عمره ما كان بيعمل السرعات. اجاي محطه كبيره، بدليل ان قبل كده فايلر لما جه يعتمد عليه اعتمد عليه كراس حرب ثابت، مش علشان يجري ويلعب ويعمل زي محمد شريف، علشان يبقى محطه كويسه للقادمين من الخلف، لانه كان عنده الفكره ان الناس بتوع نص الملعب هم اللي بيروحوا. ده فايل. لما جه موسيماني، موسيماني بيحب اللعب الشامل شويه صحيح. يعني موسيماني عايز الحته بتاعت الراس حربه يبقى فيه ثبات عنده. لكن في نقطه مهمه، اجاي نفسه بيلعب بلا مركزيه. ايوه اجاي من اللعيبه اللي عندهم المهاره والاستلام والتسلم جيد. فتلاقيه احيانا يروح عند قفشه، وقفشه ممكن يتطرف، قفشه يجي ناحيه الشمال تلاقي اجاي معاه. أيوة. كهربا يبقى ثابت، ممكن يروح الراس حربه. محمد شريف نفسه ممكن يلعب ناحيه اليمين شوية. يتطرف ناحيه اليمين، ممكن يروح ناحيه الشمال. طب ما انا هقول لك حاجه يا كابتن عادل، هل من الممكن ان احنا من البدايه نشوف مثلا كهربا ناحيه اليمين واجاي هو اللي يبتدي ناحيه الشمال؟ انت ممكن تشوف قفشه ناحيه اليمين واجاي تحت الراس حربه. ما هو يا كابتن لا مركزيه. لا انا بتكلم من بدايه المباراه. انت بتتكلم على الوقفه نفسها. أي. لكن اللي انا عايز اقوله لك ما بعد الوقفه. الوقفه اوكي خلاص احنا العيد. وقفنا العيد على طول. وقفه بعد العيد بعد. وبعد كده لا، ما بعد الوقفه دي نعمل ايه؟ احنا نعمل ايه؟ اهم حاجه نعملها ازاي انت هتتمركز، هتبقى فين، وازاي ان الثلاثه اللي قدام بلا اسم، يعني انت عندك قفشه، عندك كهربا، عندك اجاي، الثلاثه دول ممكن تلاقي ده ناحيه اليمين وده ناحيه الشمال وده. المهم ما يكونش اتنين في حته واحده. أوه. عشان الحته الدفاعيه. لكن اجاي النهارده وكهربا انا شايف ان هم العناصر المؤثره اللي هتبقى للنادي الاهلي. هيبقوا اولا محتاجين ان هم يثبتوا نفسهم، هم لعيبه كبار وكل حاجه، لكن كويس. احيانا النادي الاهلي محتاج انك انت تركب بلغه الكوره في وقت مهم. يعني انا متاكد تماما ان هم حاطين في دماغهم ان اجاي وكهربا مش عاوزين يخرجوا من التشكيل تاني. لما يرجعوا، حتى اللعيبه اللي بيلعبوا في الاولمبياد لما يرجعوا بادائهم الجيد وهم اللي بيكسبوا الفرقه في الماتشين اللي جايين والماتش ده، هتبص تلاقيهم هيبقى عندهم ثبات في التشكيل. لكن هتقابل النهارده فرقه كوره ايهاب جلال، لا خالد جلال غير خالد جلال. اهم نقطه عاوز يعملها ايه خالد جلال النهارده؟ الاندفاع. ليه؟ لانه هو مش حاسب ابنات النادي الاهلي. الاندفاع ايه؟ الاندفاع الهجومي؟ اندفاع هجومي. هتشوف النهارده ليه هو خالد جلال. بالعكس انا لو مكانه لا هقفل. لا بص يا كابتن هقول لك حاجه، انا وهو ايام يعني زي ما عادل بيقول هو الاساس ممكن يعمل كده، بس عادل فكرته ممكن يعمل عشان كسبان الماتشين 6 بونت ومش عامل زي ما عادل بيقول حساب لبناط النادي الاهلي، فممكن يفكر التفكير ده. بس ممكن يفكر. بس في حاجه عايز اتكلم فيها، هو برضه متابع جيد لمباريات النادي الاهلي الفتره الاخيره. النادي الاهلي الفتره الاخيره وصل لمستويات فنيه وبدنيه عاليه جدا، فلازم اعمل حساب. انا بقولش تابع ان النادي الاهلي مغير 4 عناصر النهارده في الفرقه. ماشي. ما دي يا كابتن اقول لك دي حاجه مهمه جدا. هو احنا بنتكلم على اللعيبه اللي راحت الاولمبياد. انا شخصيا بقول خساره للنادي الاهلي. هاي. مش علشان شكل اللاعب نفسه، علشان الاستمراريه للعيبه. يعني انت الشناوي. هاي. هو ليه الشناوي انت بتخسر جون كبير؟ علي لطفي جون كبير برضه طبعا، ومصطفى شوبير يشيلك وكله يشيلك طبعا، لكن الحارس المرمى بالذات، حارس المرمى بالذات اللي بيحصل انه هو ما بيلعبش فتره طويله حارس المرمى. علشان كده علي لطفي ما لعبش فتره. لما يرجع علي لطفي يلعب ومحمد الشناوي يبقى بعيد، ايه اللي يحصل؟ صحيح. هتلاقي فيه فجوه كبيره في مستواهم. صحيح. فدي حاجه مهمه يا كابتن ايمن، حته انك انت استمراريه الاداء في الملعب. فكمل لك حته خالد جلال. أي. انه النهارده هيلعب وبالهجوم في البدايه. اول حاجه هيهجم في البدايه. وكل الفرق بتيجي على النادي الاهلي في اول، ويمكن الكابتن علاء قال الكلمه دي، انا بيخاف من حته بدايات النادي الاهلي. صح كويس. انا بقول لك انه بيبداوا في البدايه ضغط على النادي الاهلي، بحيث ان هو بيبقى ضغط كمان. وهي يا كابتن علاء بيعملوا ايه؟ هو بيوهمك انه بيضغط، لكن هو عامل الناحيه الدفاعيه. مفيش حاجه يخسرها هو اصلا. مفيش حاجه يخسرها. ما دي اللي بناط في مدربين بيعملوا استيميشن على طول. في بناط اهلي وفرق الكبيره دايما انا ما بعملش عليها حساب. دي ماتشات الثقه،
انا اخسر يبقى عادي، لكن لو كسبتهم اخد ثقه كبيره قوي. اذا لو انت كنت ماسك انت البنك الاهلي كنت هتهجم على النادي الاهلي النهارده. ما لا هو بيقول لك على فكره، بيقول لك فكر خالد جلال. ايوه ثانيه ايه اه ممكن طب ايوه بس انا بس انا لما اجي هاجم يا كابتن شريف الوقت الحالي. لا ده فكرك. لا الكوره كابتن ده فكر يحترم. لا بص يا كابتن الكوره انا احسسك ان انا بهاجم وانا بدافع اصلا، واحيانا احسسك ان انا بدافع وانا بهاجم. هي الفكره لما تكون معاك الكوره وبتدافع هتهاجم ازاي، أو لما ولما تكون بتهاجم او لما تكون عندك الفرصه انك تهاجم هاجم هاجم اه. ولما يبقى عندك شورتج في الفرقه اللي قدامك أيوة وغيابات صح. ايوه برافو عليك استغل هو ده عادل يقصد كده. اه لا انت انا بس النقطه اللي بقول ليه ممكن يعني الطبيعي ان هو يدافع ويلعب على هجمات مرتده، بس انا بقول ممكن ليه؟ لانك انت احيانا لما بتبقى كسبان وفي ثقه بقت عندك شويه يعني عارف انت هو لو مغلوب الماتشين اللي فاتوا ممكن ما يفكرش التفكير ده خالص يبقى خايف قوي وخايف يتغلب ماتش تالت وبتاع، لكن هو مكسبه الماتشين اللي فاتوا ممكن يجرأه شويه انه كابتن خلي بالك ما بقاش قلقان. كابتن اسامه بس عايز اقول لك حاجه هو كسبان الطلائع وكسبان المصري ولكن هو مازال مهدد بالهبوط في الصراع الهبوطي. انا فاهم بس دي فاللي هيتعمل لو هو عمل كده هتبقى مغامره غير محسوبه. ما كلامك مظبوط، ما هو الطبيعي ان هو الاساس انه يضيق مساحات ويقفل ده طبيعي بالظبط، بس احنا بنتكلم ان ممكن ليه احيانا انت كمدرب كلنا مسكنا فرقه وعارفين انت لما بتبقى كسبان ماتش والتاني او يعني واخد ابنات كويسه فتره كويس بيبقى ثقه في في ثقه في مجلس الاداره ماشي. في ثقه في اللعيبه في ثقه في نفسك وعندك رصيد عندك رصيد انك ممكن تخسر وعم بتلعب الاهلي فممكن مين؟ تفكر الخصم ممكن مين؟ لا انا مش بقول لك وحالته ايه برضو يعني. انا مش بقول 100% يعمل كده بس انا بقول ممكن يحصل التفكير ده يبقى عنده لما يكون كسبان ماتشين ورا بعض ممكن بقى عنده اسلوب يا ايمن يكسب بيه. هو المصري فرقة قليلة؟ لا فرقة قليلة فرقة كويسة قوي. وهو الطلايع ما عندوش لعيبة لا فرقة كويسة طبعا بقى عنده أسلوب إزاي يقدر يلعب في الملعب وزي ما أنتم بتقولوا كلكم اكتسب الثقة إن هو يقدر يلعب ما قدام النادي الأهلي قدام أهلي بس بحسابات حلو. طب من وجهة نظرك السيناريو المتوقع لأحداث الشوط الأول ده سيناريو متوقع ده أنا دايما أنا اللي بدخل الفرقة معايا في الجيم أو ما بدخلش فرقة معايا في الجيم. النادي الأهلي هو صاحب الكلمة الأولى في الملعب. النادي الاهلي بالامكانيات والفرديات واللعيبه اللي موجوده دي اعتقد هي اللي ليها الكلمه الاولى. زي ما احنا بنشوف كده بيبقى في ربع ساعه في الاخر ديلي ليه؟ لان هل النادي الاهلي النهارده حالته البدنيه بكل الضغوط اللي كانت عليه وكل السفر وكل الحاجات دي الحاله البدنيه هتديله الضغط من اول ربع ساعه على الفرقه دي واستغلال الفرص ان ساعات بيجي لك فرصتين في اول دقيقه وسبحان الله تلاقي الكوره ما بتخش وساعات يجي لك ثلاث كور في ثاني تايم الثلاثه ورا بعض يخشوا فبتبقى الحاله البدنيه المتاحه للفرقتين على فكره والفكر انما اي فرقه النادي الاهلي بيضغط عليها ايمن وبيمسك مفاتيح اللعب والكره لما بتترد تلاقي احمر 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 وتلاقي كورنر تلاقي ضربات ثابته من يمين وضربات ثابته من الشمال والاطراف عندها تحرر مش خايفه انما لو دب في صدر فرقه البنك الاهلي انك انت بتلعب بتتحسس بتلمسك عايز تشوف الثغره منين هتعمل الطويله هيبتدوا يعني يقفوا على رجلهم بسرعه في قدامك هيبتدوا يقطعوا ما يخافوش هيبتدوا يلعبوا داشنج شويه عليك اجريسيف يحاولوا يخوفوك شويه انما انت صاحب الكلمه انت اللي صاحب السرعه هي كلمه السرعه دي اللي بتقلب لك كل حاجه في الملعب ما يبقاش عندك الباص في ديلي اللي هو فهمتوا سامي اللي بنقول عليه ده بيرجع الفرقه الثانيه معاك في الجيم وكل ما انت كنت اسرع كل ما انت بتفكر كل ما انت عندك هدف انا عندي هدف دلوقتي مش الريفنج بتاع المباراه الاولى اللي حصل فيها المباراه الاولى ما حصلش فيها تاني النهارده هو ده اكبر درس بيبقى موجود. كابتن علاء انت الوحيد اللي ما علقتش ان خالد جلال هيلعب بالاسلوب دوت وما تقوليش هو برضه هيلعب على الاهلي وفي ايدك انت تعمل ايه ولكن فكر خالد جلال نفسه انا مش مع الكباتن في الحته دي لا انا ما بقولش النظر انا ما قلتش انه نظري. لا استنى يا ايمن انا ما قلتش انه هيعمل كده انا بقول لك ممكن يجي له التفكير ده عشان الست نقط اللي خدهم ورا بعض ومش عامل حسابه في نقط الاهلي قوي يعني مش هيبقى بس هادي لكن انا مش بقول لك انه هيلعب كده 100% يعني مش هيهاجم يا كابتن الهجوم الكامل مفيش حاجه اسمها هو كامل الكابتن علاء دلوقتي سال الكابتن علاء هو دلوقتي سايم هو مش هيبدا يعني مبدئيا بس انت كسبان ست نقط مع المصري مع طلائع الجيش مع احترام الكامل ليهم
ده حاجه. اتفضل. بص ده الماتش الاولاني احنا بنضغط بص من قدام ال 18 يعني مش مدينا لهم فرصه حتى. لا خالص. بس بس برضه هقول لك حاجه ايمن. اتفضل يا كابتن. انا بس الفرق بين الدور الاول والدور الثاني تغيير مدير فني. كل مدير فني ليه تفكير وليه طريقه لعب وشكله في ادائه في الملعب يعني كويس. يعني اسامه ازاي، عادل ازاي، شريف، كل واحد ليه تفكير وكل واحد بيفكر هو عايز ايه مباراه. الى جانب ترتيبك في الدوري كان ايه. صح. يعني هنا كانت الامور بالنسبه للبنك الاهلي الامور مش من لسه كان بدري او مش مقلقه. مزبوط. لكن خالد جلال دلوقتي في موقف لا يحسد عليه. صح. كسبان 6 نقط المصري وطلع الجيش. احترام الكامل ليهم. بس انت في كل احياء في كل الاوقات انت كسبان خسران عامل اللي انت عايزه انت رايح تلعب النادي الاهلي. صح. كلمه رايح تلعب النادي الاهلي في 500 الف. صح. ترتيب تاني في دماغك. مظبوط. والزياده الضغط على خالد ايه؟ ترتيبه مش حلو في الدوري وده اكتر حاجه ضغط على فريق البنك الاهلي. صحيح. كسبان 6 نقط اداله شويه ثقه لكن هو رايح لمباراه النسبه فيها عاليه جدا للنادي الاهلي. صح. انت عايز تفصل ولا لا؟ لا 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 خلاص. لا لا فضل. النسبه الكبيره للنادي الاهلي فهو هيلعب بتوازن شديد جدا جدا جدا. صحيح. مايل زي ما الكابتن اتكلموا لحته ان هو دفاعيا في الاول اكتر ان هو عايز كل ما بيعدي الوقت والاهلي ما سجلش. صح. هو بالنسبه له احسن. صح. ثقه اللعيبه ايمن حتى لو المدير الفني بيفكر ان هو عايز يؤدي شكل اداء هجومي اي لعيب بيلعب ضد النادي الاهلي الى حد كبير بياخد وقت عشان يبقى تكسب الثقه. مظبوط. عشان كده دايما كلمتي اللي كان بقولها كابتن شريف بدايتك في الاول لازم تبقى قويه جدا عشان انت اللي تخلص المباراه ان شاء الله ربنا. هنشوف اهداف مبكره كابتن اسامه. اتصور هيبقى في اهداف مبكره ان شاء الله. كابتن عادل هنشوف اهداف مبكره اكيد ان شاء الله يعني محتاجين احنا كده. كابتن شريف اتمنى اتمنى ان شاء الله في اهداف ان شاء الله باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في الشوط الاول بتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه بعد نهايه احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظرونا.